بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض أول موضوع في الخزانات، وهو ديزاين الووتر سايد سيكشن. الموضوع بتاع النهاردة أو الفيديو بتاع النهاردة والفيديو اللي جاي هم أول فيديوين في الخزانات، يعتبر ما بيصممش خزان بشكل معين. يعني إيه؟ يعني الخزانات عموما لها شوية خطوات حل. من ضمن خطوات الحل إنك تعمل ديزاين للقطاعات الموجودة في الخزان. في بعض القطاعات اللي موجودة في الخزان بنسميها الووتر سايد سيكشن، فأنا جاي النهاردة أعلمك القطاع الووتر سايد سيكشن ده بيتصمم إزاي. يعني السيكشن بتاع النهاردة جزء من مسألة خزان، ما هيش مسألة كاملة، والسيكشن اللي جاي برضو هعلمك إزاي ترسم ستريننج أكشن لجميع انواع الخزانات اللي عندك في المنهج. فانت يعتبر الفيديوهين دول، اللي هو الفيديو بتاع دلوقتي والفيديو التاني، الاتنين ما بيصمموش خزان، دول بيساعدوك في خطوات حل الخزان. طب هل الفيديوهين دول مهمين؟ اه طبعا. ليه يا باشمهندس؟ لان انت في الخزانات بقى اما تيجي تصمم اي خزان هتلاقي الفيديو اللي بينزل لك الموضوع فيه اسرع. يعني ايه؟ اما يجي يقول لك مثلا ديزاين ووتر سايد سيكشن، هيقوم جاي جاري معاك بسرعه، لان انت المفروض عارفه من الفيديو ده. فانت اهم فيديوهين في المنهج كله الفيديو بتاع دلوقتي والفيديو اللي جاي. فتعالى يا باشمهندس بقى نعرف يعني ايه اصلا ووتر سايد سيكشن. انا عايز اعمل ديزاين للووتر سايد سيكشن، ففي البدايه عايز اعرف يعني ايه القطاعات الووتر سايد سيكشن. فتعالى كده يا باشمهندس نعمل مقارنه بسيطه ما بين انواع السكاشن اللي عندنا في الخرسان، التايب اوف سكشن. عندنا نوعين من السكاشن. النوع الاولاني اسمه الووتر سايد سكشن، وده يعتبر موضوع سكشننا النهارده. عايزين نتعلم ازاي بنصمم الووتر سايد سكشن. قبل ما نتعلم ازاي بنصممه عايزين نعرف ايه هي اصلا الووتر سايد سكشن. والنوع الثاني حاجه اسمها اير سايد سكشن. يعني ايه بقى ووتر سايد سيكشن؟ قال لك يا باشمهندس لو سعادتك عندك كاميرا سيمبل بالمنظر اللي قدامك ده، فالكاميرا السيمبل دي لو عليها احمال موزعه من فوق حمل موزع اسمه دبليو مثلا، يعني فهتلاقي الحمل ده هيعمل على الكاميرا ده ايه؟ عزم بيشد تحت وبيضغط لفوق اسمه ام. الخرسانه دايما، الخرسانة كقطاع خرساني بيعرف يشيل الضغط اللي في العزم، انما الشد ده نتيجة وجود خرسانة بس بيولد شوية شروخ. الشروخ دي ناتجة من ان الخرسانة ما بتشيلش شد، فبنحط هنا حديد تسليح. حتى بعد ما بتحط الحديد بيظهر شوية شروخ تحت. يعني من الاخر الكاميرا السيمبل شروخها بتبقى تحت يا باشمهندس، هنا الشد وفوق الضغط، وشروخ الكاميرا السيمبل بتبقى تحت هنا كده. دي شوية شروخ اتولدت نتيجة العزم اللي على الكاميرا. بنقولك بقى ان وانت بتصمم الكاميرا دي لو الشروخ ده ايه، او الجهة اللي ناحية الشد كان جاي ناحيتها مية، فنسمي القطاع ده وانت بتصممه ووتر سايد سيكشن. يبقى هتشوف الشد فين، مكان الشد او بمعنى اخر مكان العزم. تشوف مكان العزم بتاعك، لو مكان العزم ناحية المية فيبقى نوع القطاع ووتر سايد سيكشن. فانا عشان اقول ان الكاميرا دي هتتصمم كووتر سايد سيكشن لازم القطاع المشدود ده او الشروخ ده ايه تبقى ناحية مية. يعني في مية هنا، دي مية. يعني لو خدت الكاميرا بتاعتنا دي وحطيناها في مية والشروخ ده اتكونت وفي في ناحيتها مية، نسمي السكشن ده واحنا بنصممه ووتر سايد سكشن. فتعريف الووتر سايد سكشن ايه؟ قال لك يا باشمهندس ده قطاع بيكون الشد او العزم فيه معرض لمية، او بمعنى تاني القطاع اللي بيبقى الشروخ فيه ناحية المية. طب عيب القطاع ده ايه؟
يعني قطاع الشروخ في ناحية المية، أنا خايف من إيه؟ ما الشروخ اتكونت ناحية الحديد، يعني معنى كده إن المية ناحية الحديد، فممكن المية تعدي من الشروخ توصل للحديد تصديه، وده يمكن أكبر مشكلة بتقابلنا في الخزانات. لو سعادتك بتعمل خزان والخزان ده هتعمله خرسانة مسلحة، أكتر حاجة بنخاف منها إن المية تعدي الحديد تسليح. نعمل بقى احتياطاتنا وبندهن الخزان من جوه بعزل وحاجات كتيرة قوي، حتى في الديزاين واحنا بنصمم دلوقتي هتلاقي ان خطوات حل القطاع المشرخ ده مختلفة لو كان في مية او مفيش مية. فنقول لك يا باشمهندس، لو حصل شروخ ناحية الشد كده، فاحتمال المية دي تتسرب للحديد، وده بيؤدي لصدأ الحديد. فسعادتك لو عارف ان الكاميرا دي هتتعرض لمية، فانت نفسك الشروخ دي ما تتولدش. ودي فكرة الخزانات بقى. يبقى انا يا باشمهندس نفسي اعمل ايه؟ نفسي الشروخ دي ما تتولدش خالص، عشان المية ما تلاقيش حتة تهرب منها وتروح للحديد. طب يا الشروخ دي اتولدت ليه؟ لزيادة اجهاد الشد الناتج من العزم اللي كان هنا، زيادة إجهاد الشد الناتج من العزم عن إجهاد الشد بتاع الخرسانة اللي بتقدر تشيله في الحتة دي، عشان كده تولد شوية شروخ. فقال لك يبقى عشان ما يتولدش شروخ، لازم الإجهاد اللي الخرسانة بتشيله في الشد، وده على فكرة بنعرف نحسبه، هقول لك كمان شوية بنحسبه إزاي، لازم يبقى أكبر من أو بيساوي إجهاد الشد اللي جاي من العزم. يعني من الاخر، في اي قطاع ووتر سايد سيكشن هتلاقينا بنهتم بحاجه اسمها تشيك ستريسز. ايه التشيك ستريس ده؟ ما شرحتها لك كده، هتاكد ان اجهاد الخرسانه في الشد، اجهاد يعني مقاومه الخرسانه في الشد، اكبر من الاجهاد الواقع على الخرسانه من الاحمال الخارجيه ناحيه الشد. يبقى يلزم عمل تشيك ستريس في القطاع الووتر سايد سيكشن، يعني اخلي الاجهادات الناتجه من الاحمال او من العزوم اقل من او بيساوي اجهاد حد التشريخ، وباخد معاملات امان. طالما تشيك يا ابني يبقى لازم هتلاقي بناخد معاملات امان. اللي تشيك ده بيتعمل ازاي هعرفك واحنا بنصمم الووتر سايد سيكشن. يبقى خد بالك بقى ان الووتر سايد سيكشن محتاج تعمل له تشيك ستريسز عشان تتاكد ان الشروخ دي اصلا مش هتتولد، لانها لو هتتولد ما ينفعش تعمله ووتر سايد سيكشن، ده شرط الكود. قطاعات الووتر سايد سيكشن يا باشمهندس بتنقسم لنوعين بشكل اساسي. قطاع الووتر سايد سيكشن الكود بيقسمهم لنوعين بشكل اساسي، ايه هما؟ قال لك يا باشمهندس بينقسموا لنوعين، النوع الاولاني اسمه كلاس 3، وده لو كان القطاع المشرخ ده ناحيه ميه عاديه، يعني ميه ما فيهاش اي كيماويات او ما فيهاش اي املاح، ميه عاديه خالص، فده نسميه السكشن ده نسميه ووتر سايد سكشن كلاس 3، سكشن الشد بتاعه ناحيه الميه والميه دي ميه عاديه، فيبقى كلاس 3. طيب كلاس 4، الاول نعرف كلاس 3 دي خزانات المياه العاديه. كلاس 4 اكيد عكس كلاس 3، هو جهه الشد ناحيه المياه فعلا، فيبقى ووتر سايد سيكشن، بس لو المياه ده ايه فيها كيماويات او كانت ميه صرف صحي او ميه بحر، فبنسمي السيكشن ده كلاس 4. يبقى كلاس 4 ان يبقى السكشن بتاعك الشد بتاعه ناحيه ميه، بس الميه دي ظرف صحي او كيماويات او مياه بحر. طب هل الديزاين بتاع كلاس 3 بيفرق عن الديزاين في كلاس 4؟ اه يا باشمهندس، كل كلاس من دول ليه ديزاين، في فروقات في الديزاين ما بينهم، بخلاف كمان ان بيجي لك ساعات في الامتحان مسألة
كاميرا زي دي يعملها لك كده جوه ميه، ويشاور على الميه ده اهي، ويكتب عليها كيميكال ووتر يعني مياه كيميائيه كيميكال، ويوم جاي قايل لك قول لي بقى يبقى نوع السكشن ده ايه. نوع السكشن ده سكشن ناحيه الشد وفي ميه، يعني هو ووتر سايد سكشن، بس الميه دي كيميكال يبقى ووتر سايد سكشن كلاس ايه، كلاس 4. هنقول الكلام ده كمان شويه. طب لو عايز اصمم ووتر سايد سكشن يا باشمهندس، لو سعادتك عايز تعمل ديزاين لووتر سايد سكشن، ايه هي الخطوات اللي هنمشي عليها؟ ايه ديزاين ستيبس؟ اول خطوه يا باشمهندس، بجيب الكونكريت دايمنشن. هل بتختلف لو كانت ووتر سايد عن كونها اير سايد؟ اه طبعا، في الكونكريت دايمنشن القوانين مختلفه. الخطوه التانية حساب الاحمال. الخطوه الثالثه برسم الاستريننج اكشن على العنصر اللي عايز اصممه. الخطوه الرابعه، ويمكن اول مره سعادتك تشوفها في خطوات الديزاين لاي قطاع احنا خدناه قبل كده، حاجه اسمها تشيك ستريسز. طب ليه بعمل تشيك ستريس؟ لاني ووتر سايد سيكشن، فانا مش عايز الشروخ تتولد خالص، فبعمل تشيك ستريسز، فبتاكد ان الاجهاد الخارجي اقل من او بيساوي الالاوبل تنشن بتاع الخرسانه اللي هو اف سي تي ار. الخطوه الخامسه، بعمل ديزاين. في خطوه الديزاين، ويمكن ده موضوع سكشننا النهارده، انك تعمل ديزاين للووتر سايد سيكشن، في خطوه الديزاين بيعتمد الديزاين على الاسترينينج اكشن اللي على السكشن. يعني سكشن زي ده في الكاميرا، السكشن ده عليه مومنت بس، فاما هتيجي تصممه هتصممه بقوانين السي 1 جي. لو كان سكشن عليه شد بس فهنصممه زي الطاي، لو عليه ام وان يبقى انتر اكشن دايجرام زي ما ناخد كمان شويه، لو عليه ام وتي بشوف بيج اكسنتريستي ولا سمول اكسنتريستي. اللي عايز اقوله ايه، ان كفكر ديزاين ما هوش جديد عليك، خدناه قبل كده في سنه تانية درس الديزاين اوف سيكشن اللي كان بعد التايت كولاب على طول. بس اللي عايز اقوله يا باشمهندس، ان سواء كان عليه مومنت بس تنشن بس، فانت هتستخدم القوانين القديمه، والقوانين القديمه دي كان جواها حاجه اسمها اف فيلد، اجهاد الخضوع بتاع الحديد. اي قانون قديم جواه اف فيلد، سعادتك وانت بتعمل ديزاين للووتر سايد سيكشن بنبدل اي اف فيلد في القوانين ببيتا كراك في اف فيلد، بشيل خالص اف فيلد من اي قانون واحط مكانها بيتا كراك في اف فيلد. ايه البيتا كراك؟ معامل باخده كمعامل امان ليا، عشان الميه دي حتى لو عدت ابقى جايب حديد كتير، لو صدى هيقل مساحته شويه بس مش هيبقى انصيف، ان انا جايب حديد اكتر من المفروض. ضربت في معامل اسمه بيتا كراك في اف فيلد، فده معامل وهنعرف بنحسبه ازاي كمان شويه. الخطوه السادسه والاخيره، رسم تفاصيل التسليح. الست خطوات دول اللي هتمشي عليهم في اي ديزاين لاي خزان. انا النهارده معاك هتكلم على ايه؟ هتكلم على تشيك ستريس، هتكلم على الديزاين، وهتكلم ازاي بتجيب كونكريت دايمنشن لعناصر السكاشن اللي فيها ووتر سايد سيكشن او لخزانات عموما يعني. طب عكس الووتر سايد سيكشن ايه؟ حاجه اسمها الاير سايد سيكشن. من اسمه كده قطاع معرض لهواء، ما هو الوتر كان قطاع او كان مجسم الشد فيه معرض لميه، ناحيه الشد فيها ميه، يبقى الاير سايد عكسه. لو عندي كاميرا والشد موجود هنا
والشد ده في من جنبه هواء يعني مفيش ميه، اسمه اير سايد سيكشن. طب الكلام ده خدناه قبل كده؟ اه طبعا. الكاميرات اللي خدتها في تانية كانت جميع السكاشن اير سايد سيكشن، العمدان متصممة على اير سايد سيكشن، الطاي اير سايد سيكشن، اي سيكشن او اي قطاع انت خدته زمان وصممته صممته على اساس ان هو اير سايد سيكشن. انما احنا النهاردة اعلمك ازاي بتصمم الووتر سايد سيكشن اللي هو بتاع الخزانات. طب لو قارنت، اول حاجة ده قطاع بيكون الشد او العزم فيه معرض لهواء، ده المية، في حالة حدوث شروخ حتى لو حصل شرخ مفيش مية تعدي، فمش هيحصل صدى للحديد، او هيحصل صدى بس بسيط قوي مش زي ده. طب هل هنا محتاج اعمل تشيك ستريس؟ تشيك ستريس على ايه؟ انت عايز تتأكد ان الخرسانة تشرخ؟ لا ما تشرخ يا عم، ايه المشكلة، مفيش مية اصلا، يبقى لا يلزم عمل تشيك ستريس. الكود برضو بيقسم السكاشن ده ايه اللي الشد فيها معرض لهواء لنوعين. النوع الاولاني كلاس 1، كلاس 1 قال لك كلاس 1 دي السكاشن البروتكتد. يعني ايه؟ يعني كاميرا زي اللي قدامك دي، السكشن اللي هنا ده سكشن معرض لشد، والشد ناحية الهواء فهو اير سايد سكشن. لو كان الراجل عامل الكاميرا ده ايه، والكاميرا دي كانت في دور وسطي، دور التاني، الدور التالت، الدور الرابع، دور وسطي في النص، فده معناه ان جميع القطاعات هنا محمية من اي مية، ما ينفعش يوصلها اي مية، اي عامل جوية مش توصلها لانها دور وسطي. فيبقى السكشن ده اير سايد سكشن كلاس 1. دي لو كانت الكاميرا بتاعتك كاميرا مالها؟ كاميرا داخلية. او باختصار يا شوهندس، لو ناحية الشد ناحية جوه المبنى بنسمي السكشن ده اير سايد سكشن كلاس 1، بتكون سكاشن بروتكتد محمية، عناصر داخلية للمنشآت المعتادة. او ممكن تبقى في سقف نهائي سطح، بس يكون السطح ده معزول. كلاس 1 سكاشن الشد فيها معزوله. يعني ايه الشد معزول؟ يعني ناحيه الشد معزوله يعني يا اما تكون في منشات معتاده داخليه، يا اما تكون في سقف نهائي بس السقف النهائي ده معزول. طب كلاس 2 عكس كلاس 1 امبروتكت، وبتوجد فين دي؟ توجد في العناصر اللي ناحية الشد بتاعها ناحية سقف نهائي غير معزول، مش عادل السقف النهائي، أو بتوجد برضو في الكباري وأي منشآت على الطريق. أي منشأة عامله أنت على الطريق، كوبري، أي حاجة من الحاجات دي معرضة دايما للعوامل الجوية، مش محمية، يبقى unprotected، فتبقى كلاس 2 بس بشرط انها تكون معرضه للهواء اصلا، ما تبقاش في ميه. يبقى ده الفرق بين اير سايد سيكشن ووتر سايد سيكشن. طب الديزاين ستيبس بتاع الاير سايد سيكشن ايه؟ اول حاجه الكونكريت دايمنشن، دي الخطوات بقى القديمه بتاعت زمان، 2 اللودز، 3 ستريننج اكشن، مفيش تشيك ستريس، فيبقى 4 ديزاين، 5 رينفورسمنت ديتيلز. يا باشمهندس ده الفرق ما بين الووتر سايد سيكشن وما بين الاير سايد سيكشن، مقارنه مهمه قوي، وغالبا لو في نظر في الامتحان فالمقارنه دي من باب اولى انها تيجي، هي اكتر حاجه بتيجي في الامتحان نظري. يبقى انا باختصار الاير سايد سيكشن مقسوم لكلاس 1 لو بروتكتد، كلاس 2 لو امبروتكتد، الووتر سايد سيكشن مقسوم لكلاس 3 لو خزانات ميه عاديه، كلاس 4 لو خزانات صرف صحي او خزانات تحتوي على كيماويات او منشات معرضه لماء بحر، بشرط الووتر سايد سيكشن اصلا الشد ناحيه الميه. لو الشد بتاعه ناحيه الميه سميه ووتر سايد سيكشن وشوف هو انهي نوع، لو الشد ناحيه الهواء يبقى اير سايد سيكشن وشوف هو انهي نوع.
تعال ناخد 3 أمثلة نحدد فيهم أنواع القطاعات، هل هي اير سايد ولا ووتر سايد، ولو هي اير سايد كلاس 1 ولا كلاس 2، ولو ووتر سايد هي كلاس 3 ولا كلاس 4. تعال يا باشمهندس نشوف أول مثال. بيقول لك classify the section type of the following structure، ومديني الاستراكشر ده. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ ده خزان يا باشمهندس، ده كده خزان. في السري دي خزان مكعب او متوازي مستطيلات، اللي هرسمهولك كده بالمنظر ده. خزان، والخطوط الارض بتاعتي دي او ايه العصر بتاعتي العمدان، فده اسمه خزان اليفيتد، خزان متشال على عمدان فبنسميه خزان اليفيتد. والخزان ده فيه جواه ايه؟ ميه، فهتلاقيه راسم لك خطوط الميه كده. القطاع ده لو انت جبت سكينه وقطعت كده من هنا وقطعت في الخزان بقى لجوه، فهيبان لك الحيطة بتاعت الخزان بعرضها سمكها، وهيبان لك الأرضية بسمكها من تحت، والحيطة اللي في الآخر ده اهي هتبان لك بسمكها، لأن كل حيطة من دول هي بسمكها. سمكها اللي هو كام مثلا؟ سمكها اللي هو زي ما يطلع 300 مللي 200 مللي زي ما هنشوف كمان شوية. طب تعالى كده يا باشمهندس ركز معايا بقى، ده كده مثال بيقول لي إن المية اللي جوه ده اهي ووتر تانك، ده خزان ميه عاديه، دي ميه عاديه خالص. عايزين نحدد انواع القطاعات. لتحديد انواع القطاعات، ركز في ده، لتحديد انواع القطاعات لازم الاول ارسم الاستاتيكال سيستم بتاع الخزان ده. فالاستاتيكال سيستم بتاع الخزان ده هيبقى عامل كده، هرسم سنتر لاين جوه كل حيطه وكل ارضيه فهيبان لك حرف يو، واحط ركيزه هنا وركيزه هنا. الركايز دي يا باشمهندس العناصر اللي شايله الخزان، اللي شايل الحوايط بالارضيه دي. فانت في البدايه خالص هتفكر ان الركايز دي مين؟ العمدان دي. ولو سعادتك قلت زي ما انا قلت كده يبقى انت غلطان. ليه يا باشمهندس؟ لان لو رسمت لك الرسمه تاني، الرسمه ايه؟ دي الرسمه بتاعتك اهي، وده عمود وده عمود، خليه اعمل لك بلون تاني احسن. ده عمود وده عمود ودعمه. اي قطاع في النص هنا، بص كده ركز معايا، العمدان دي عند الاطراف بس، لو خدت قطاع في النص هنا كده، هل البلاطه دي تحتها عمود؟ لا، ما هو السكشن ده اللي هي رسمه حرف اليو ده اهو، اكني خدت قطاع كده كده، بص هرسمه لك اكن ده جوه الخزان بقى، فده حرف اليو اللي جوه الخزان على مسافه منها مثلا متر. دي متر مثلا، خدت قطاع بعد متر من الركيزه فبان حرف يو كده. هل حرف يو اللي رسمته ده في تحت هنا عمود او تحت هنا عمود؟ اللي تحت هنا لا طبعا. امال ايه الركايز دي؟ قال لك الركايز دي يا باشمهندس ركز في الحته دي، دي الحيطة شغالة أكنها دي بيم، فالركايز اللي قدامك ده ايه؟ دي الحائط كدي بيم. كديب بيم، يبقى الركايز اللي قدامك دي يا باشمهندس الحيطة كديب بيم، ما هياش العمدان خالص. يبقى الاستاتيكال سيستم بتاع الخزان حرف يو وركيزه وركيزه، والركايز دي ما هياش العمدان،
ده دي يا باشمهندس الحيطة برضو بس كديب بيم، اكنها شغالة ديب بيم. يعني الحمل بيتنقل من السلاب المفروض يروح للحوايط الاول، حمل موزع على المتر الطولي، ومن الحوايط، الحوايط بقى هي نفسها اللي متشالة على العمود في الاول وعمود في الاخر، فهتشتغل كديب بيم اكنها كاميرا. طب يا باشمهندس ده الاستاتيكال سيستم. الاستاتيكال سيستم دايما هو حرف يو وركستين، والركستين دول الحائط كديب بيه. طب عايزين نحط الاحمال، ركز في ده بقى، عايزين نحط الاحمال على الخزان. احط الاحمال ازاي؟ اي ميه، اي ميه في الدنيا بتعمل حملين بشكل اساسي، ضغط جانبي وضغط رأسي. طبعا انتوا ناس في عام، فانتوا عارفين الكلام ده، يعني عارفين ان اي ميه في اي منشأ في الهيدروليك او في الري او في اي منشأ، كان بيقول لك ان اي ميه بتعمل اتنين ضغط، ضغط رأسي او بتأثر بحملين، ضغط رأسي، ضغط من فوق لتحت، وضغط جانبي على شكل مثلث. فقال لك يبقى لك خزان اهو، ده الاستاتيكال سيستم. مبدئيا انا وانت متفقين ان الميه اللي فوق ده اهي هتعمل ضغط على ارضيه الخزان، عايزه تنزلها لتحت. طب ايه اللي ماسك الارضيه دي؟ مش العمدان بقى، ده الارضيه دي وهي بتنزل لتحت ماسكه في الحوايط، فالحوايط تاخد منها الحمل توديه للعمدان، وده اول حمل الميه بتاثر بيه، بيأثر بضغط على الارضيه. مش بس كده يا باشمهندس، ده كمان الميه ده اهي بتعمل ضغط جانبي كده، ضغط جانبي بحيث ان اقصى قيمه تحت جاما ووتر في اتش ووتر، جاما ووتر في الاتش بتاعت الميه، وفوق خالص مفيش اتش ووتر اصلا، يعني فوق كده مفيش ميه فوقيك، فهنا قيمه الضغط بصفر. كل ما تنزل كل ما قيمة الضغط بتزيد فبتترسم مثلث. فحمل المية بيتنقل للأرضية كحمل ضغط من فوق لتحت، وبيتنقل للحوايط كحمل مثلث. على الحيطة دي المية بتضغط على الحيطة اللي على الشمال عايز تفتحها لبره، وعلى الحيطة اللي على اليمين مثلث عايز يفتح الحيطة لبره. فده شكل الأحمال بتاعت أي خزان في الدنيا، حمل موزع على الأرضية ومثلث ومثلث على الحوايط. طب عايزين نرسم سكتش للمومنت هنا، سكتش بس، عايزين نرسم سكتش للبندنج مومنت. أصل عشان أحدد نوع السكشن لازم أعرف الشد فين، ومن الشد مكانه فين، هل ناحية مية ولا ناحية هوا، هعرف هو ووتر سايد ولا اير سايد. وبعد كده اشوف بقى اللي هو ناحيه الهواء، هل هو بروتكتد ولا ان بروتكتد، لو ناحيه الميه هل هو ناحيه ميه عاديه ولا ميه فيها كيماويات. فلازم ارسم العزم عشان اعرف اتجاه الشد فين. برسم العزم ازاي؟ انا يا باشمهندس هعملها معاك مره واحده دلوقتي، وفي اللي جاي مش هفرد لك خزان تاني وانت تعرف ترسم لوحدك. انا هاخد الشكل ده اللي هو ده بالاحمال واجيبه لك هنا كده، بس مش هخليه حرف يو زي ما هو كده، هفرده. يعني هفرد الكابولي ده يمين، او هفرد الدراع ده يمين كده، والدراع ده هفرده شمال، فيبقى عامل كده. بص كده اهو، وهنا في ركيزة وهنا في ركيزة، بحيث ان الحته دي هي الدراع ده، والحته دي هي الدراع اللي على الشمال ده. طب تعال نحط الاحمال كده، الحمل من الركيزه للركيزه حمل موزع اهو، الحمل على الدراع ده او على الدراع ده مثلث، بحيث ان قمه المثلث ناحيه الركيزه وبصفر هنا، قمه المثلث ناحيه الركيزه وبصفر هنا، فيبقى ده شكل الاحمال فردت الخزان بس.
متعملش كده في الامتحان، ركز بقى معايا. عايزين نرسم العزوم، عايزين نرسم البندنج مومنت للشكل ده. لو عايز ترسم العزم للشكل ده فادي اهو الخزان، او ادي اسف الشكل بتاعنا. الاول هرسم العزم على الكانتليفر ده. ارسمه ازاي؟ ده مثلث، هتركز الاول المثلث، وبعد المثلث تركيزه كام؟ نص القاعدة في الارتفاع، نص القاعدة في الارتفاع. شوف القاعدة دي بكام، شوف الارتفاع ده كام، نص في ده في ده بقى، تركز الايه التركيز، والتركيز ده بيبقى على بعد التلت من الناحية دي والتلتين من الناحية التانية، تلت البعد. يعني لو البعد ده اسمه اتش كله، فالحتة دي اتش على التلاتة، فتضرب الحمل ده في اتش على التلاتة، في الاخر يعني هيجيب لك عزم لفوق كده سالب، والحمل المثلث بيعلق الشكل بارابولا مش خط، وزيه الناحية التانية عزم سالب هنا وتعلق الشكل بارابولا كده. الحمل الموزع ده هيخلي لك البارابولا دي في النص تقلب كده، يبقى ده شكل العزم لو انا فردت الخزان. ارجع بقى لم الجناب دي للجنب تاني، يعني ارجع لم الحته دي وقفها كده تاني، وارجع الحته دي وقفها تاني. لو وقفتهم بقت هي الخزان ده. فدايما عند اي رجل للخزان، اي حيطه، اي حيطه للخزان بيبقى فيه عزم جوه الخزان ومتعلق ببارابولا نتيجه ان الحمل اللي عليه مثلث، والارضيه دايما عليها بارابولا لان الحمل اللي عليها دايما موزع. تعال نشرح الكلام ده بقى هنا، انا هعمل نفس ده بالظبط بس هوقف الجنبين دول، فاعملوها كده. هركز الحمل المثلث ده، وهركز الحمل المثلث ده، التركيزه دي في المسافه دي اتش على التلاته، دي كلها كانت اتش، هيديك عزم بيدور كده، فدي السهم بتاعه جوه الخزان، فيترسم جوه الخزان كده وعلق بارابولا. اوعى البارابولا دي تقلب لجوه، اصل ده كابولي. هل انت عمرك في الكابولي العزم السالب قلب موجب؟ لا، انا لسه قايل لك ان دي كابولي، لسه رسمك من شويه. فالعزم هنا سالب ويفضل سالب والناحيه التانيه زيه. باتزان الجوينت دي، باتزان الجوينت ده ايه؟ العزم ده لجوه الخزان كده، لازم العزم اللي على الارضيه يبقى عامل كده عشان يردوا على بعض، يعني برضو لجوه الخزان بس راسي، ونفس الكلام هنا. فتلاقي ان العزم هنا عامل كده لفوق وده لفوق، ويعلق برابل، فيبقى ده منظر المومنت نتيجه الاحمال اللي عندك دي. وزي ما اتفقنا بقى الركائز دايما هيش العمدان يا شباب، دي الحيطه كدي بيم، هي اللي شغاله دي بيم، وهي اللي عامله كل ده، هي اللي عامله الركائز دي. طب عايزين بقى نحدد نوع السكاشن في الخزان ده، التايب اوف سيكشنز. موضوع بسيط بقى يا ابني، عند كل عزم هاخد قطاع اشوف العزم ده ناحيه الميه ولا ناحيه الهواء، فكده بقى اير سايد ولا ووتر سايد. لو ناحيه الهواء اشوف بروتكتد ولا انبروتكتد. لو ناحيه الميه اشوف الميه دي ميه عاديه ولا ميه فيها كيماويات. وتعالى ناخد اول سيكشن اللي هو السيكشن ده اللي هو بتاع العزم السالب اللي هنا ده، اللي هو ده السيكشن رقم واحد ده، العزم بتاعه ده، العزم اللي موجود ده ناحيه الميه ولا الهواء؟ ما هو هنا في ميه، مش ده الخزان، يبقى هنا في ميه. العزم ده بقى جوه الميه هو ولا بره؟ ما هو جوه الميه اهو. يعني السكشن رقم واحد ده يا باشمهندس ووتر سايد سكشن. طب الميه دي ميه عاديه ولا فيها كيماويات؟ ميه عاديه، يعني كلاس 3، تفاهه خالص اهو.
طب تعالى ناخد سيكشن تاني، السيكشن رقم اتنين ده. السيكشن رقم اتنين ده العزم اللي عنده هو ده العزم السالب ده. طب العزم ده جوه الميه ولا بره؟ لا ده جوه الميه. عزم رقم اتنين ده او السيكشن رقم اتنين العزم اللي عنده جوه الميه. طيب كلام جميل، يعني ووتر سايد سيكشن. طب الميه دي ميه عاديه ولا فيها كيماويات؟ ميه عاديه، يبقى كلاس 3. السكشن ده عند كل ماكسيمم مومنت باخد عزم، باخد قطاع. فانا كان عندي ماكسيمم مومنت على الكانتليفر او على الحيطه من الاخر، وبالاتزان الماكسيمم مومنت ده اتنقل على الارضيه باتزان الجوينت، وعندي كمان ماكسيمم مومنت موجب هنا اللي هو رقم 3. الشد ده بقى، الشد هنا اهو في السكشن رقم 3، الشد هنا اهو ناحيه الميه ولا ناحيه الهواء؟ ده ناحيه الهواء. فالقطاع رقم 3 ده الشد فيه ناحيه الهواء، يعني نوعه اير سايد سيكشن. طب الشد اللي ناحيه الهواء ده النوع اير سايد سيكشن ده بروتكتد ولا ان بروتكتد؟ يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني هل الراجل مش القطاع ده هو ده؟ هو ده. والشد ناحيه تحت، يعني انا بتكلم على الجزء الحد اللي تحت، الحد اللي تحت ناحيه الهواء. طب هل الراجل كان عامل الخزان ده حمايه طبقه عزل ولا لا؟ معرفش. هل انت سعادتك عارف؟ لا. يعني ممكن القطاع ده يكون بروتكتد يا ان بروتكتد، محمي او مش محمي، على حسب هو عامل طبقه عزل هنا ولا لا تحت في الخزان. غالبا الخزان بتتعزل يعني غالبا. فهنقول له في الامتحان ايه لو جاب لي حاجه زي كده؟ انا ما اعرفش، هو ما قاليش. هقول له خلاص سيكشن رقم 3 هو اير سايد سيكشن، لان الشد ناحيه الهواء. وفي احتمالين بقى، لو انت عامله بروتكتد يبقى كلاس 1، لو انت قصدك ان هو ان بروتكتد يبقى كلاس 2. يبقى هو لو ما قالش بكتب له الاحتمالين. لو قال، يعني لو شاور على السطح ده كده وقال لك السطح ده بروتكتد فانت كلاس 1، شاور عليه وقال لك ان بروتكتد يبقى انت كلاس 2. وبكده خلصنا اول مثال ازاي بحدد نوع السكشن، هل هو اير سايد ولا ووتر سايد. لو خزان زي ده السكشن رقم 3 اللي هو الاير سايد هيتصمم زي زمان، زي ما انت خدت في الكاميرات العاديه خالص سي 1 جي. السكشن رقم 1 والسكشن رقم 2 السكشنين دول هيتصمموا يا باشمهندس زي سكاشن الووتر سايد سيكشن اللي هاخدها في السيكشن بتاع النهارده. تعال ناخد مثال تاني. عندي خزان، الخزان ده مرتكز على الارض. على فكره الخزان اللي بيبقى على عمدان، والعمدان دي هي اللي واصله للارض، يعني خزان فوق الارض بمسافه، بنسميه اليفيتد تانك، تانك اليفيتد. انما الخزان اللي مرتكز على الارض مباشره بنسميه جراوند تانك، خزان ارضي، خزان فوق الارض. بيقول لك ان الخزان ده عليه جواه ميه، بس الميه دي كيميكال تانك، يعني ميه فيها كيماويات. عايزين نحل. اول حاجه عشان تحل يا باشمهندس محتاج انك ترسم الاستريننج اكشن اللي هو المومنت. فالستاتيكال سيستم بتاع الخزان ده عامل كده، هتقول لي لا الركائز دي مين؟ مفيش عمدان. ما انا فهمتك بقى يا باشمهندس ان الركائز ده ايه؟ الحوائط كديب بيم. الاحمال اللي هنا نفس الاحمال دي، حملين مثلثين وحمل موزع على الارضيه، بس المره دي الحمل الموزع على الارضيه جاي من تحت لفوق، لانه رد فعل التربه. بيتحسب ازاي الحمل ده؟ ان شاء الله هناخده قدام، ليه حسبه، حسبه رخمه كمان. بس خلي بالك بقى ان في الجراوند تانك، في الخزان اللي على الارضيه، الحمل على الارضيه بيبقى ناتج من رد فعل التربه. كلام منطقي زي اللبشه وزي الحاجات اللي احنا عملناها في خرسانه كتير اللي مرتكز على الارض، زي الاساسات عموما. يعني الحاكم هو رد فعل التربه. فده الفرق بين الخزان ده والخزان ده. في الاندر جراوند تانك او جراوند تانك الحمل بيجي من تحت لفوق فعلى الارضيه، انها في الاليفيتد الحمل من فوق لتحت عادي.
عايز ترسم العزم. طيب خلاص بقى انا فهمتك. مرة العزم بتاع الحوايط دايما بارابولات لجوه الخزان اهو زي ده، وبالاتزان فينا عزم سالب وعزم سالب بالاتزان، بتزان جوينت دي والجوينت دي. المرة اللي فاتت علقت لك عزم موجب لتحت لان كان الحمل من فوق لتحت، المرة دي الحمل من تحت لفوق، فيبقى العزم هنا هيتعلق من تحت لفوق كده يعني بيعلى لفوق. وتعالى ناخد سكاشن في المومنت ده، عند كل ماكسيمم مومنت هاخد سكشن واحدد نوع. ده السكشن رقم واحد اهو، وعلى فكرة السكشن رقم واحد ده هو السكشن ده بالمرة يعني، ده برضو واحد. سواء السكشن ده او السكشن ده فانت العزوم بتاعتهم جوه المية، فيبقى نوعهم ووتر سايد سيكشن. بس المية دي كيميائية، فيبقى ووتر سايد سيكشن كلاس 4، كلاس اي في او 4. السيكشن رقم 2 اللي هو في النص ده، العزم بتاعك ناحية المية، المية هنا في الحتة دي جوه الخزان، فالعزم ده فيه مية هنا، فالعزم ناحية المية، يبقى ووتر سايد سيكشن، بخلاف السيكشن اللي كان هنا العزم كان بره فكان اير سايد سيكشن اصلا. انما السيكشن رقم 2 ده العزم جوه الميه فيبقى ووتر سايد سيكشن، ميه كيميائيه يبقى كلاس 4. وده المثال التاني، حددت لك انواع الاستراكشرز او انواع السكاشن. يعني خزان زي ده جميع السكاشن اللي فيها تصمم بالسكشن بتاع النهارده الووتر سايد سكشن. المثال اللي بعده، عندي خزان مليان ميه وفي حاجه من فوق كده غريبه قوي، خطين كده ما كانوش ظاهرين في اي خزان من دول، ايه ده بقى؟ قال لك اللي فوق ده يا باشمهندس طاي شداد. هحاول افهمهولك بسرعة، بس هو انا حاليا مش مطالب ان انا اقولهولك اصلا. ليه؟ انا النهاردة هصمم معاك بس ديزاين ووتر سايد سيكشن، انما كفكر خزانات والخزان بيتعمل ازاي وبيتحلل ازاي والتحليل بتاعه المفروض هتاخده في سيكشن منفصل. بس انا هحاول افهمك يعني ايه طاي ده وبعمله امتى. ساعات يا باشمهندس بيبقى عندنا حاجة اسمها قناة مفتوحة او اوبن كوندويت، يمكن خدتها في الري. الاوبن كوندويت ده خزان، مش خزان بقى، هي قناه مفتوحه، حاجه زي كوبري، بس الكوبري ده بتاع ميه جواه ميه بينقل سفن، بنسميه اوبن كوندويت. شكله في الثري دي عامل ازاي؟ عامل كده، بص وده بقى الجوه مستمر، وده كده مستمر لجوه، مستمر لجوه، مستمر لجوه، وهنا الحيطه ليها عرض فهو يا عم خطين اهو. جوه الخزان ده في مي، يعني هنا كده في مي، الميه دي بتضغط على الحيطه اهي وبتضغط على الحيطه اهي، عايزه تفتحهم لبره، يعني عايزه تخلي الحيطه دي تتفتح لبره كده، وعايزه تخلي الحيطه دي تتفتح لبره كده. خلينا نرسم الخط ده كمان اللي هو السمك بتاع الحيطة ونهشره كده يعني عشان يبقى ايه، تبقى واخد بالك معايا. فالحيطة دي المية اللي هي عايز تضغط الحيطة دي تفتحها لبره، وتضغط على الحيطة دي تفتحها لبره. لو الحيطة دي قصيرة فضغط المية صغير فالحيطة مش هتتفتح. طب لو الحيطة كبيرة يعني عالية ارتفاعها كبير، ضغط الميه بيبقى كبير قوي فالحيطه فعلا بتتفتح لبره. طب ده ينفع؟ لا، المفروض ترجع ترجعهم تضمهم تاني. فتخيل بقى ان الحيطه دي فتحت لبره كده ودي فتحت لبره كده وعايز ارجعهم تاني، بعمل ايه؟ بشد دي مع دي بحاجه اسمها طاي، منشأ عامل كده، كاميرا. كاميرا يا باشمهندس،
كاميرا من فوق رابطة الحيطة دي بالحيطة دي، هو ده الطاي. والطاي ده يا باشمهندس بيتكرر كل مسافة، بيتعمل بقى في الاوبن كوندويت، وبيتعمل في خزانات كتير قوي، خزان المستطيل، خزان الوايد تانك، هتعرف الكلام ده ان شاء الله قدام. فكلمة طاي يعني شداد بيربط حيطة بحيطة عشان ما يفتحوش الحيطتين، ما تفتح الحوايج، ما تفتحش لبره. بيبان شكله عامل ازاي هنا بقى؟ لو خدت قطاع فانت قطعت في حرف اليو ده، فبالك حرف اليو، هل قطعت في الطاي ده؟ الطاي بعيد، فالطاي يبان خطين اللي هو الخط ده والخط ده ومش متهشرين. فده يا باشمهندس معنى الطاي ايه؟ معنى الطاي ده. لو عايز ترسم بقى كاستاتيكال سيستم، قال لك بص بقى، وجود الطاي بيعمل ركايز زياده فوق ده، يعني بص قبل من غير طاي خالص سواء دي او دي كان حرف اليو ده تمام، والركايز ده اهي الحيطه كاتب بيه، ده اللي قلناه قبل كده. طب وجود الطاي، قال لك وجود الطاي بيزود لك ركايز على الحيطه فوق، ما انت كده شديت الحيطه من نقطه معينه، فالنقطه دي بقت ركيزه، في هنا ركيزه وهنا ركيزه بتوع الطاي، يبقى دول بتوع الطاي اللي فوق ده. عايزين نحط الاحمال، طالما اليفيتد متشال على عمدان فيبقى الاحمال بتاعته شبه ده بالظبط، اهي نفس الاحمال بالظبط كشكل. طب عايز ترسم العزم، ركز معايا، العزم في شكل زي ده عشان ترسمه محتاج ترسمه بالثري مومنت ايكويشن، لانك مش هتعرف تحسب العزم هنا عشان ده مش كابولي، ده فيه ركيزه خلاص زادت، فالركيزه دي ليها رد فعل، فانت مش هتعرف تحسبه. انما هو كانديكيشن عامل ازاي؟ جوه الخزان هنا سالب، وتعلق بارابولا كده، قال لها هي قلبت ليه؟ ده هنا ما كانتش بتقلب، هنا مش قلب اهي، جوه الخزان كلها كل البارابولا، امال البارابولا دي ده قلبت، قلبت لان ده مش كابولا يا باشمهندس، ده فينا ركيزه، فانا ممكن الحمل يقلب عادي. طب يقلب ولا ما يقلبش على حسب قيمه الحمل، انا هعتبر انه قلب، انت رسمته ما قلبش ما عنديش مشكله، بس الافضل ترسمه ان قلب عشان تفهموا ان في فوق ركيزه، فالركيزه ممكن العزم يقلب عادي لان ده مش كابولي زي ده. واللي عملته هنا اعمله الناحيه التانيه، ناقص العزم على الارضيه، بتزين الجوينت دي في هنا عزم سالب، بتزين الجوينت دي في هنا عزم سالب، والحمل الموزع ده هيرسم لك بارابولا لتحت. تعال بقى نحدد نوع السكاشن، اي قطاع عليه شد او عليه عزم بشوف العزم فين وبحدد نوع السكشن. فتعال ناخد السكشن رقم واحد اللي هو ده، المفروض انت بتجاوب بقى، السكشن رقم واحد ده العزم بتاعك بره الخزان، فيبقى اير سايد سيكشن. طب الخزان ده بروتكتد ولا ان بروتكتد؟ معرفش، فقول له احتمال انه يبقى بروتكتد فيبقى كلاس 1، لو ان بروتكتد يبقى كلاس 2. السيكشن رقم 2 اللي هو ده، سواء ده او ده، هو بص كده، سواء ده او ده، العزم بتاع ده او العزم بتاع ده اللي هو العزم ده او ده، الاثنين جوه الميه، فالاثنين ووتر سايد سيكشن. السيكشن رقم 2 ده ووتر سايد سيكشن. طب كلاس ايه؟ ووتر ناحيه ميه عاديه، يبقى كلاس 3. السكشن رقم 3 اللي هو هنا، العزم ده رسمته قلب، حدد النوع على حسب رسمتك. السكشن رقم 3
العزم بره اهو، الخزانة اهو جوه، ده ميه، هنا مفيش ميه. يبقى السكشن رقم 3 اير سايد سكشن. طب بروتكتد ولا ان بروتكتد؟ ما اعرفش. يبقى زي السكشن رقم 1 بالظبط، هتكتب برضو لو بروتكتد يبقى كلاس 1، لو ان بروتكتد يبقى كلاس 2. هل في اي عزوم تانية ما خدتلهاش قطاع؟ العزوم اللي هناك ده اهي، هي دي، العزم ده هو ده. فانا كده خلصت جميع العزوم كقطاعات. للاسف بقى في المسائل اللي فيها طاي لازم ناخد قطاع في الطاي، قطاع رقم 4 ده. طب القطاع اللي في الطاي ده هنصممه اير سايد سيكشن ولا ووتر سايد سيكشن؟ مبدئيا الطاي من كل ناحية عليه شد، فهو من الناحية دي، من ناحية تحت في مية، ومن ناحية فوق في هواء، فالشد على كل حتة، يعني في حتة مشدودة عليها مية في الطاي وفي حتة مشدودة عليها هواء. اخده بقى اير سايد ولا ووتر سايد؟ طبعا تاخده الاخطر، فقال لك الاخطر في الديزاين الووتر سايد. فعشان كده لو هاخد قطاع في الطاي فهو نوعه ووتر سايد سيكشن الاخطر، وهو ناحية مية عادية يبقى كلاس 3. يبقى ده يا باشمهندس لو عندي مسألة بطاي حددت لك القطاعات دي كل قطاع نوعه ايه، ومفروض كل قطاع من دول هيتصمم بطريقة معينة على حسب الاسترينينج اكشن اللي عليه. وده يا باشمهندس اول حاجة في السكشن بتاع النهاردة، ازاي نحدد انواع السكاشن سواء ووتر سايد او اير سايد سكشن. تعالى يا باشمهندس بقى بعد ما عرفنا انواع الووتر سايد والاير سايد سكشن، تعالى كده يا باشمهندس نحدد مع بعض ازاي، او نعرف مع بعض ازاي بنعمل ديزاين للووتر سايد سكشن. فالسلايد الجاي عنوانها الرئيسي ديزاين اوف ووتر سايد سكشن. خطوات الحل كنت قلتها لك في السلايد رقم 1، كتبتها قدامك تاني. بس تعال نتكلم على اول خطوة اللي هي الكونكريت دايمنشن. الكونكريت دايمنشن يا باشمهندس في الووتر سايد سيكشن معتمدة اعتماد كلي على الاسترينينج اكشن بتاع الووتر سايد سيكشن او بتاعة السكاشن اللي عندك. يعني ايه استرينينج اكشن؟ يعني القطاع ده عليه عزم، بس عليه عزم وشد، عليه عزم وضغط. طب ايه الاسترينينج اكشن اللي ممكن تكون موجودة على اي خزان؟ حاجة من الاربعة. ساعات بتلاقي جوه الخزان قطاعات عليها عزم بس، او قطاعات عليها شد بس، او قطاعات عليها عزم وشد مع بعض، او قطاعات عليها عزم وضغط. صعب خالص انك تلاقي قطاعات عليها ضغط بس، لان اصلا القطاعات اللي عليها ضغط بس مش هيحصل لها شروخ، وبالتالي الخزان اصلا كاست تريننج اكشن مش هتلاقي اي قطاع عليه ضغط بس. فانا حتى في الديزاين بتاع الووتر سايد سيكشن مش هكلمك ازاي نعمل ديزاين لقطاع عليه ضغط بس. لو طلع معاك قطاع في الامتحان عليه ضغط بس، شك في نفسك اول حاجة. لو انت اتأكدت ان هو عليه ضغط بس، صممه زي العمود العادي. طب تعالى يا باشمهندس، انا في الاخر خالص في كونكريت دايمنشن محتاج ايه؟ هاخد قطاع في الخزان، عايز اجيب عرض القطاع ده قد ايه بي، وسمكه قد ايه. الاول تعال نتكلم على البي. قال لك والله لو القطاع ده، لو السكشن ده انت واخده في ارضيه، سواء الارضيه دي سلاب فلور او وول، واخد قطاع في الوول او قطاع في الفلور، فبنسمي دي سلاب سواء فلور او وول، لان الوول برضو بنعتبره سلاب. فبناخد البي ده اهي بألف ملي اللي هي 1 متر. لو انت بتتكلم على كاميرا او طاي، فالعرض بتاعك من 250 ل 300 في اي قطاع ووتر سايد سيكشن، ابعاده
العرض الكبير، لو انت بتصمم الووتر سايد سيكشن ده في حيطة او في ارضية فيبقى العرض بتاعه ب1000، لو كاميرا، لو الووتر سايد سيكشن ده كان جوه كاميرا فالعرض بتاعه عرض الكاميرا. طب بالنسبة للتي اللي هو السمك، السمك ده حكاية بقى، ده انا عايز سمك يخلي القطاع الخرسانة ده ما يشرخش عشان ووتر سايد سيكشن. فالسمك ده لوحده بيعتمد اعتماد كلي القطاع بتاعي او العنصر بتاعي اللي بصممه عليه اي ستريننج اكشن من دول. كل واحدة من دول ليها قانون في حساب التي، فالتي بتاعتك بشكل اساسي بتعتمد على الستريننج اكشن وجاية من معادلات احنا حطيناها بايدينا. لو انت القطاع بتاعك عليه ام بس، فبنقول لك ان التي بتساوي 50 جذر المومنت اللي على القطاع بس وركينج مش التيمت. لو القطاع بتاعي عليه تي بس، تي اونلي معلوش غير تي فقط، فبنقول لك ان التي بتساوي نص قيمه التي وركينج، بعوض عن المومنت بالكيلو نيوتن متر وعن التي بالكيلو نيوتن، بيطلع لي التي سمول ده هي بالملي متر، دي بالكيلو نيوتن متر ودي بالكيلو نيوتن، بيطلع لي التي سمول ده هي بالملي متر. طب لو عندي قطاع عليه ام وتي مع بعض، ياخد هو معادلة المومنت ويزود عليها 30 ملي، 50 جذر الام وركينج زائد 30. زود ليه؟ لان التنشن بيزود الشروخ، وبالتالي انت بتزود التي اللي هي ده ايه، في حالة وجود مومنت وتنشن بتزودها 30 ملي عن وجود مومنت بس، عشان تأمن نفسك من الشروخ اللي ممكن تحصل من التنشن. طب لو عندي ام وان، ده عكس ده، ام وان ده الان بتقلل الشروخ، النورمال بيقلل الشروخ، فيقول لك يبقى التي سمول بتساوي 50 جذر الام برضو بس اطرح منها 30 ملي، لان وجود النورمال حسن من سلوك القطاع. فيبقى ده يا باشمهندس قوانين وضعيه احنا حطيناها بايدينا عشان نطلع لك التي سمول. بنقول لك بقى خد بالك في المعادلات السابقه، التي اللي طالعه دي بالملي متر بشرط انك تعوض عن الام بالكيلو نيوتن متر، ونعوض عن التي بالكيلو نيوتن، يطلع لك التي هي سمول ده بالملي متر. وملحوظه كده يا باشمهندس اكتبها لنفسك، سواء حسبت التي بأي قانون من دول، فأنت يا باشمهندس أقل تي ممكن تاخدها 200 ملي، يعني أي حالة من دول التي ما تقلش عن 200 ملي، يعني لازم الرقم ده يطلع أكبر من أو بيساوي 200. لو طلع أقل من 200 باخده بكام؟ ب200، أقل حاجة 200. أنا المفروض كده سعادتك سألت نفسك سؤال دلوقتي، هو يا باشمهندس ازاي احسب الكونكريت دايمنشن من معادلات فيها الاستريننج اكشن، وخطوه الاستريننج اكشن اصلا بعد الكونكريت دايمنشن؟ يمكن لسه واخد بالك انت، او انت خدت بالك من شويه، معرفش. بص، الاستريننج اكشن خطوه رقم 3، كونكريت دايمنشن خطوه رقم 1. فاقول لك لا، بص اللي انا قلته ده ما بيتعملش في الخطوه رقم 1. الخطوة رقم 1 اللي هي كونكريت دايمنشن، زي ما تشوف في جميع الخزانات بنفرض كونكريت دايمنشن فرض اسيوم، وبعدين على فرضك ده بتجيب اللودز وبتجيب الاستريننج اكشن، وتيجي قبل اللي تشيك ستريس تعمل حاجة اسمها تشيك كونكريت دايمنشن. ازاي بقى؟ مش تجيب استريننج اكشن خلاص بالفرض اللي انت فرضه، طلع مومنت معاك سي ب50، تقوم جاي واخد 50 جذر المومنت الوركينج ده، تشوف هيطلع لك تي بكام. لو التي اللي طلعت اكبر من اللي انت فارضها في الاول يبقى سيف وتكمل. طب لو طلعت لا تبقى انسيف، وبنعمل حاجه كده هبقى اقولها لك قدام ان شاء الله، حاجه اسمها هونش،
بنزود ابعاد القطاع في الحتة دي بس، ما بنرجعش نصمم الاول. فالخطوات ده ايه؟ اللي هي حساب الكونكريت دايمنشن، مش هي الخطوة رقم واحد، دي خطوة بتتعمل بعد الاسترينينج اكشن عشان يبقى معاك الاسترينينج اكشن اصلا هتجيب منها التي. فخلاص خلصت ترينج اكشن وعملنا تشيك كونكريت دايمنشن، تعال نتكلم على التشيك ستريس. ازاي تعمل التشيك ستريس؟ انا عايز اعمل ايه؟ مبدئيا التشيك ستريس ده بيتعمل ووركينج يا باشمهندس، يعني اي حاجه بعوض عنها هنا بعوض عنها بالحمل الوركينج او بالقيمه بتاعتها الوركينج بدون اي معاملات امان. بنقول التشيك ستريس انا عايز اتاكد ان الاف سي تي او الاجهاد التنشن الناتج من الاحمال الخارجيه اقل من او بيساوي اجهاد الخرسانه في التنشن او مقاومه الخرسانه في التنشن على معامل امان اسمه ايتا اي ايتا او ايتا واحد ايتا، ودي المعادله اللي انا بعمل بيها التشيك ستريس واللي عايز اتاكد منها. تعالى كده في البدايه اجيب لك الاف سي تي، اجيبه ازاي ده؟ قال لك ده ستريس ناتج من معادلة النورمال ستريس بتاعت سنة تانية وبتاعت سنة تالتة اللي خدناها قبل كده. فالاف سي تي بيتحسب يا ابني من معادلة النورمال ستريس اللي هي ان على اي زائد ام على اي في واي او ام على زد، هي هي. فيبقى الاف سي تي بتساوي اف سي تي ان، اف سي تي ناتجة من النورمال سواء النورمال ده تنشن او كومبريشن، زائد الاف سي تي ام ناتجة من المومنت. الإشارات يا ابني، إشارة الإجهاد الناتج من العزم دايما موجبة، إشارة الإجهاد الناتجة من العزم دايما موجبة لأنها دايما أنا بحسب الإجهاد الشد من العزم. إشارة الإجهاد الناتج من الإن من النورمال حاجة من الاتنين، لو النورمال ده ضغط بعوض عن الاف سي تي ان ده بالسالب، لو النورمال ده شد تنشن بعوض عن الاف سي تي ان ده بايه؟ بالموجب. فعلى حسب الاجهاد بتاعك او على حسب القوه اللي عندك نوعها ايه، ضغط يبقى اجهاد النورمال بالسالب، شد يبقى اجهاد النورمال بالموجب. طب بحسب القيم دي ازاي؟ اف سي تي ام واف سي تي ان ده احسبها ازاي؟ قال لك بالنسبة ل F C T N فهي بتساوي ال T working في 10 أس 3 أو ال N working على فكرة برضو عادي في 10 أس 3 على ال B في T اللي هي ال area. طب ال F C T M M working في 10 أس 6 على ال Z، وال Z ده هيبقى فكاه B في T تربيع على ال 6 كل ورك. هجمع القيمه دي زائد دي اجيب الاف سي تي، بقى كده معايا الاف سي تي خلاص. طب ايه هي الاف سي تي ار؟ مقاومه الخرسانه في الشد او مقاومه التشريخ للخرسانه، هي هي. بكام الاف سي تي ار ده ايه؟ بناخدها يا باشمهندس بستة من عشرة جذر الاف سي يو، يعني الكلام ده هيبقى عندك في الامتحان. طب ايه الايتا وان ايتا؟ ايه المعامل ده؟ قال لك ده معامل بيعتمد او بيجي من جداول حسب قيمه اسمها تي فيرشوال او التي في. طب التي في يبقى ظهر معامل تاني، الايتا وان ايتا معتمد على معامل تاني اسمه التي في. طب التي في ده بكام؟ التي في ده هو بيجي من معادله، المعادلة دي التي في بتساوي التي اللي عندك مضروبة في افتح قوس واحد زائد اجهاد او الاجهاد الناتج من الشد على الاجهاد الناتج من العزم. الاجهاد الناتج من العزم دايما موجب، الناتج من الشد لو ناتج من الشد يبقى موجب، لو ناتج من قوة نورمال ضغط تبقى سالب. طب جبت التي في هعوض عن التي بقيمتها، ودي بقيمتها هنا ودي بقيمتها هنا، عايز اجيب الايتا 1 ايتا.
من الجدول ده، كل قيمة للتي في بجيب الايتا 1 ايتا اللي قصادها. لو التي في اقل من 100 تبقى دي بواحد، لو اقل من 200 يعني بتساوي 200 ناخد 1 من 10، 400 1.3 من 10، 600 او اكبر 1.4 من 10. طب لو قيمة ان بتوين، يعني لو طلع ان التي في ده مثلا ب150، ما هياش لا 100 ولا 200، قيمة بينهم، باخد قيمة بين الاتنين دول 1 و1.2 من 10، فيطلع تقريبا نصها 1.1 من 10. 150 وزاد 1.1 من 10، وهكذا بقى. اي قيمة ان بتوين بتاخد القيمة اللي ما بينهم، ما بتقربش. ده يا باشمهندس حسبت كده مين الايتا 1 ايتا. ارجع بقى كده معايا، بص معاك الايتا 1 ايتا ومعاك الاف سي تي ار، فالاف سي تي ار عندك 6 من 10 جذر الاف سي يو. ايتا 1 ايتا معامل بيتجاب من جدول اف سي تي من المعادله دي، هقارن ده بده وعملت الشيك ستريس. طب تعالى ناخد مثال نمشي فيه خطوات الحل بتاع الووتر سايد سيكشن، ونشوف بنعمل ازاي التشيك ستريس ده وكل حاجه بقى. ركز معايا، المثال الاولاني بيقول لك جيفن الام وركينج ب 30، التي وركينج بصفر، يعني ده عليه ام وركينج بس، يعني ده قطاع عليه مومنت بس، اف سي يو ب 25، اف يلد 350، الريكوايرد المطلوب من سعادتك ديزاين ذا سيكشن از ووتر سايد سيكشن ان اسلاب اوف تانك، في السلاب بتاع التانك. السلاب ده يكون وول، يكون سلابه فعلا ارضيه، مش فارقه معايا. الديزاين ستيبس قلناها من شويه، وانا النهارده بصراحه ما بتكلمش على اي خطوات من اللي فوق دي، انا بتكلم على التشيك ستريس، بتكلم على الديزاين، وبتكلم على خطوه هنا في قبل التشيك ستريس اسمها تشيك كونكريت دايمنشن، ويمكن دي خطوه من ضمن خطوات التشيك ستريس. تشيك كونكريت دايمنشن، او انا دلوقتي هسميها كونكريت دايمنشن تجاوزا، لان انا ما بعملش تشيك، انا عايز اصلا كونكريت دايمنشن بتشيك عليها، انا بجيبها من الاول، اكيد بجيبها من الاول. طيب ركز معايا كده، اول خطوه اللي هي كونكريت دايمنشن عايز تحسبها، فقلت لك على حسب الاستيننج اكشن اللي عندك بحسب الكونكريت دايمنشن بتاعتي، وعلى حسب النوع بتاع العنصر هل هو سلاب ولا بيم بحسب البي. بما انه سلاب فيبقى البي ب1000. طيب بالنسبه للكونكريت دايمنشن البي جبناها، طب والتي؟ قال لك انا عندي مومنت بس، فالتي بتساوي 50 جذر الام، يعني بتساوي 50 جذر ال 30 تطلع ب 273.8 من 10. اكبر من 200 يبقى شكر، اكبر من 200 يبقى خلاص كمل، اخد الرقم ده اقربه لاقرب 100 مللي بالزياده، فيطلع بكام؟ يطلع معاك ب 300 مللي، يعني كونكريت دايمنشن بتاعتك 1000 في 300. لو انت بقى كنت فارض الكونكريت دايمنشن في الاول ب 200 كنت هتغيرها ل 300 وتكمل المساله. الخطوه الثانيه تشيك ستريس، بعملها بالوركينج ستريس، عايز اتاكد ان الاف سي تي اقل من او بيساوي اف سي تي ار على ايتا اي ايتا او ايتا واحد ايتا. اف سي تي سي تي سي تي ده ايه؟ معتمد على اف سي تي ان واف سي تي ام، ما عنديش نورمال اصلا لانه بصفر، فالاف سي تي ان بصفر. عندي مومنت، فقانون المومنت ده ام وركينج في 10 اس 6 على البي في التي تربيع على الست. ارجع جيهم السلايد اللي فاتت، ام وركينج بكام؟ ب 30 عوض بالوركينج 30 زي ما هي، البي ب 1000، التي ب 300 هتعوض، يطلع معاك ده ب 2 ميجا باسكال. ده معناه ان الاف سي تي ب 2 ميجا باسكال، لان الاف سي تي ان بصفر. الاف سي تي ار
ستة من عشرة جذر الاف سي يو، الاف سي يو مداني بخمسة وعشرين، تطلع معاك بتلاتة ميجا باسكال. عايز اجيب ايتا وان ايتا، اجيب الاول التي فيرشوال، تي في القانون ده اف سي تي ان بصفر، صفر على اي حاجة بصفر، واحد زائد صفر بواحد، واحد في التي يعني التلتمية، تطلع ان التي فيرشوال بتلتمية. هتخش الجدول بتاع السلايد اللي فاتت، هتلاقي ان التلتمية رقم من 200 لربعمية، والقيمة كانت عند 200 بواحد واتنين من عشرة، وعند 400 بواحد وتلاتة من عشرة، فالتلتمية تبقى كام؟ واحد خمسة وعشرين من مية، نصه. فيبقى الايتا وان ايتا بواحد خمسة وعشرين من مية. هتقسم ال اف سي تي ار على الايتا وان ايتا اللي هو ده، تلاتة على واحد وربع، يطلع معاك باتنين واربعة من عشرة ميجا باسكال. هتقارن الرقم ده، هتحطه هنا ده باتنين واربعة من عشرة، والاكشوال طالع باتنين، يبقى كده سيف ولا ان سيف؟ دي فعلا اقل من دي اهي، يبقى سيف، فيبقى كده اوكي سيف. وكده خلصت الخطوة بتاعت الشيك ستريس. طب تعالى بقى نعمل ديزاين، وده بقى موضوعنا النهاردة. الديزاين بقى بيتعمل ألتمت، لو التشيك ستريس وركينج فالديزاين ألتمت يا باشمهندس. وانا هعلمك دلوقتي ازاي اصمم سيكشن ووتر سايد سيكشن عليه مومنت فقط. ام قول لي مبدئيا هو مديه الام وركينج، هجيب الام التمت واحد ونص في الام وركينج، يطلع معايا واحد ونص في 30 ب 45 كيلو نيوتن متر. عندي قطاع عليه مومنت بس، كنت بصممه ازاي ده؟ كنت بصممه باستخدام السي 1 جي. في السي 1 جي سعادتك بتجهز نفسك ثلاث حاجات، الام التمت والبي بألفة هي مجهزة، والدي اللي هو الدبس. طب الدبس كان بكام؟ الدبس دايما تي ناقص كفر، والكفر يا ابني دايما هنفرده بخمسين ملي. الكفر ده في الخزانات يفرض بخمسين ملي اللي هو خمسة سنتي، فيبقى تلتمية ناقص خمسين بمتين وخمسين. هتعوض في قانون السي وان جي ده، الدبس بمتين وخمسين، السي 1 عايزها، ام التمت ب 45، اف سي يو ب 25، والبي ب 1000. هتعوض هيطلع معاك ان السي 1 ب 5.89 من 100، ويطلع معاك ان الجي ب 0.826. تعوض في المعادله الثانيه اللي هي الاريا اس، ام التمت في 10 اس 6 على الجي في الدي في الاف يلد. واصبر يا ابني ثانيه، انا قايل لك قبل كده من شويه في الخطوات الستيبس في خطوة الديزاين، أي قانون في اف يلد هبدلها بمين؟ بيتا كراك في الاف يلد. فالقانون ده كان فيه اف يلد اهو، كل اللي هتعمله هتشيلها وتحط مكانها اف يلد في بيتا كراك. بالله عليك اوعى تنساها في الامتحان دي، يعني كل اللي اتغير عن السكاشن القديمة قيمة البيتا كراك ده، بحيث ان البيتا كراك ده معامل تشريخ من جدول، والجدول ده بيديني البيتا كراك بمعلومية القطر بتاع السيخ، يعني حسب قطر السيخ اللي عندك بروح احسب البيتا كراك. طب الجدول ده فين؟ الجدول ده يا باشمهندس لو انت حابب تجيبه لنفسك، يعني هو في الامتحان هيجي جيفن، ده موجود في شابتر 4 في الكود، اخر جدول في شابتر 4 او اخر 3 جداول، هو جدول قبل الاخير تقريبا او اللي قبله، هو جدول بالمنظر ده في الكود شابتر 4 في الكود، مش المانيوال، الكود اللي هو الاصلي. ادي قيمه البيتا كراك اهي، بيعتمد على قطر السيخ، دي قيم البيتا كراك، بتعتمد على صلب التسليحه اللي هو 350 ولا 420، وبتعتمد كمان على اقطار الاسياخ فاي 10 فاي 12 فاي 18 فاي 22 فاي 25 وهكذا. وعلى فكره في الامتحان لو انت عايز، لو انت بصيت اصلا مش هتلاقي فيه فاي 16، لو عايز تستخدم فاي 16 اعتبره اكنه فاي 18،
فسواء فاي 16 او فاي 18 البيتا كراك بالقيم دي، يا 75% يا 85% حسب الاف فيلد اللي عندك بكام. طب انا عندي مشكله يا باشمهندس. ايه هي المشكله؟ ان البيتا كراك بتتجاب من جدول، معامل بيتجاب من جدول، والجدول ده هيبقى جيفن في الامتحان على حسب قدر السيخ. قدر السيخ ايه بقى؟ لا مؤاخذه، انت اصلا لسه مصممتش ومعكش اسياخ ولا عارف اكتر اسياخ ولا اي حاجه. طب انا مصممتش ومعيش اسياخ اعمل ايه؟ هفرض. طب ما تيجي تفرض، راعي بقى، راعي معايا ثلاث حاجات. اول حاجه ان اقل قطر مستخدم كحديد رئيسي فاي 12 ثابت، ثابت في خزانات فاي 12 اقل حاجه زي العمدان. تاني حاجه اقل عدد اسياخ في المتر، ما انا بصمم متر 1000 مللي 5، اكبر عدد اسياخ في المتر 10. يبقى لما اجي افرض، هفرض فاي 12 مثلا، هجيب البيتا كراك اللي قدامه على حسب الاف فيلد، اعوض في المعادله هنا هيطلع لي اريا اس، هاخدها واقسمها على مساحه الفاي 12، على مساحه السيخ الفاي 12، هيطلع لي كذا سيخ فاي 12. الكذا ده اللي هو مثلا طلع 5 6 7 فاي 12، لو هو رقم بين الخمسه والعشره كان بها، لو اقل من خمسه هاخده بخمسه، لو اكبر من عشره يبقى معناه ان فرضك غلط، فاي 12 مش نافع لانه هيديك عدد اسياخ اكبر من 10 اسياخ ومش هينفعه. اعمل ايه؟ هكبر القطر، بس تكبير القطر دي حكايه مؤلمه شويه، لانك مش هتكبر القطر كده وتقعد هنا وخلاص، يعني مش هتجيب الرقم وتقسمه على القطر الجديد، ده انت لو كبرت القطر بيتا كراك بتختلف، فترجع تعوض تاني في المعادله دي وتحسب اريا اس تانيه وتقسم على القطر الجديد. هتبان معانا ان شاء الله المساله اللي بعد الجايه او اللي جايه. فانا في الاخر في الامتحان هعمل ايه؟ ركز بقى، كل اللي هعمله هقول له هفرض ان انا فاي 12، لو انت فاي 12 والاف فيلد 350، ادي فاي 12 اهي، يبقى البيتا كراك يا دي يا دي، اف فيلد 350 اهو، يبقى البيتا كراك ده تطلع كام دي بقى؟ 93%. فالبيتا كراك انا جبتها من الجدول بكام؟ ب 93%. طيب كلام جميل، اعمل ايه بقى؟ بص كده، انا وقفت هنا معاك على الاتصال اللي فاتت، بعد كده يا باشمهندس بقعد في المعادله 45 في 10 اس 6 على الجي اللي كنت جايبها في 250 اللي هي الدي اف فيلد 350 93% اللي هي البيتا كراك، هيطلع معاك الكلام ده 699.5. احوله لكام سيخ فاي كام؟ ده اجباري عليك فاي 12، ده انت فارض، يعني ما تروحش تجرب قدر تاني، ده انت فاي 12 غصب عني وعنك يا ابني، انت فرضت خلاص فاي 12 وجايب البيتا كراك على اساس فاي 12، فهتقسم ده على 113 هيطلع معاك 6 فاي 12. بقول لك بقى، لو جيت قسمت على 113 طلع معاك الرقم ده 12 فاي 12، رقم 12 فاي 12 ده مش نافع، انا اخري 10 في المتر يا ابني، اعمل ايه؟ عشان اقلل العدد ده محتاج ازود القطر، فتزويد القطر هتوجعك شويه، رخمه شويه، لانك اما هتعمل دي هتزودها خليها فاي 16 مثلا، فهتروح تجيب بيتا كراك جديده، فهتعوض في المعادله تاني بيتا كراك الجديده، تطلع الرقم ده جديد، تروح تجيب العدد فاي 16 قد ايه؟ فخد بالك من دي. انا الحمد لله في المساله طلعوا 6 فاي 12، فانا ما بين الخمسه والسته تمام، من الخمسه والعشره اسيو يا تمام. طب حسبت الاريا اس، الحديد ده بقى ان شاء الله لو ده القطاع بتاعي هحط الحديد ده فين؟ هو الحديد ده نجم العزم بس، وليكن العزم ده عامل كده، اما قلت الحديد اللي جبته ده اهو بيتحط اتجاه شد العزم 6 فاي 12، بيتحط جهه الشد بس. طب وجهه الضغط ما فيهاش حديد، ولو هتحط هتحط عليه انكماش، لان السمك ده 300 مللي هتحط فيه حديد انكماش. فيبقى الحديد اللي هنا 6 فاي ايه؟ 6 فاي 12. وانا كده خلصت المساله.
عملت ديزاين، بعد خدت الديزاين هرسم تفاصيل التسليح بقى، هيبقى خزان بقى وترسم تفاصيل التسليح وتعيش حياتك معاه. طب فرضا انا عايز اعمل على الحديد ده حاجه اسمها تشيك مينيموم، عايز تعمله في الامتحان اعمله، مش عايز تعمله ما تعملوش براحتك. التشيك مينيموم ستيل الاريا اس مينيموم بتتاخد قانون من 3 قوانين، يا ده يا ده يا ده، مش الاكبر فيهم ولا الاقل فيهم. حسب ايه؟ حسب يا باشمهندس قيمه التي. اول قانون بيقول لك 15 من 100 على 100 في البي في التي، لو كانت التي بتاعتنا اللي هي التي ده اقل من او بيساوي 200. القانون الثاني 3 من 10 على 100 في البي في التي، لو كانت الدي ده اكبر من او بيساوي 600. طب من 200 ل 600 اعمل ايه؟ لو قيمة ان بتوين ال 200 وال 600 بستخدم القانون ده، بتوين ال 200 وال 600. ده في اي نوع خزانات الاي اس منهم بتاخد حاجة من القوانين دي حسب قيمة التي، ما عدا يا باشمهندس في الخزانات الارضية بس او المرتكزة على التربة بس، الريستد اون سويل. خزان ريستد اون سويل اللي هو كان المثال التاني في تحديد القطاعات، خزان مرتكز على التربه. قال لك لو الخزان بتاعك مرتكز على التربه في حاله العزم الرئيسي علوي، يبقى الاريا اس منهم زي القيم دي. يعني لو العزم الرئيسي على الارضيه عزم علوي، عزم عامل كده، لو العزم في من الاخر جوه الخزان، فيبقى الاريا اس منهم نفس اللي فات. طب لو عايز احسب العزم، لو عايز احسب الاريا اس منهم بس الاحمال كانت لبره كده، يعني الاحمال كانت بتاثر كده، احمال تربه جانبيه، فالعزم هنا هيبقى مرسوم كده والعزم هنا مرسوم كده لبره، ويرجع يتعلق بقى. فلو العزم بتاعك سفلي كده يعني بره بره الخزان، فالاريا اس مينيمم الحيز السفلي 15% على في تي بس. وده يا باشمهندس كلامي كله على خزان ريستد اون سويل، خزان مرتكز على الارض. يبقى لو الخزان بتاعك مرتكز على الارض، لو جميع العزوم بتاعته جوه الخزان، يبقى الاريا اس مينيمم بتتجمع القوانين دي. لو جميع العزوم بتاعته بره الخزان، يبقى الاريا اس مينيمم بتتجاب من القانون ده. وقوانين الاريا اس مينيمم دي مش مهمه يا باشمهندس، انا بس قايلها لك عشان لو في ام سي كيو. وبكده يا باشمهندس انا حتى قلت لك كمان الاريا اس مينيمم تحسبه ازاي. تعالى كده ملحوظه مهمه قوي دكتور محمود يمكن اكد عليها في المحاضره واتقالت السنه اللي فاتت، ولو هيجي جزء ام سي كيو فغالبا الفكره دي ممكن تيجي. لو طلب في الامتحان ممكن كده يطلب بالنص يقول لك صمم حديد الفرش او الغطا، الحديد في الاتجاه الشورت مثلا واللونج، جيب لي الحديد ده وجيب لي الحديد ده. فاحنا اي حديد من ده، يعني مثلا الحديد اللي احنا طلعناه 6/12 ده، ده فرش وغطا، الحديد في الاتجاهين. فالملحوظة دي بتقول لك لو انت بتعمل او بتصمم حديد للفرش وحديد للغطاء، هو هيطلبه في الامتحان صريح، يقول لك صمم ديزاين فور شورت او 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 ريكواير كالكوليت ذا مين ستيل ان شورت دايركشن اند ذا مين ستيل ان لونج دايركشن، فاسمه حديد الفرش والغطاء. هيجي كده ام سي كيو مثلا، لو جه كده طلب بالنص تصميم حديد الفرش والغطاء، في الحالة دي يا باشمهندس لازم احسب الدبس لكل حديد فيهم، وهو بيختلف بيختلف، عشان انا بصمم بالسي 1 جي، الدي اللي في القوانين بتاعة الفرش غير بتاعة الغطا. فلو انا عندي قطاع اعمل كده وكان سمك القطاع ده تي، والحديد بتاع الفرش هو اللي بالاحمر ده، والبعد والحديد اللي فوق اللي بالازرق ده حديد الغطا، والبعد من هنا لهنا من اول الخرسانه
لحد بداية الحديد بتاع الفرش. البعد ده بنسميه الكونكريت كفر أو السي سي، وده الغطاء الخرساني، وبحسبه من جدول حسب نوع العنصر ونوع المنشأ، وده بيتحسب برضو، أو الجدول ده موجود في شابتر 4 في الآخر خالص. الجدول ده هو ده، القيم اللي تحت اهي هي الكونكريت كفر، بتعتمد على قسم تعرض الشد. ايه ده؟ كلاس 1، كلاس 2، كلاس 3، كلاس 4. فانت لو بتصمم خزانات فانت يا كلاس 3 يا كلاس 4. لو الخزان ده خزان ميه يبقى كلاس 3، فانت هنا في كلاس 3. حسب بقى قيمه الاف سي يو، لو الاف سي يو اكبر من 25 يبقى السي سي بكام؟ ب 30. لو الاف سي يو اقل من او بيساوي 25 يبقى السي سي بكام؟ 35. فانت قيمه من الاثنين دول، يا 35 يا 30، حسب قيمه الاف سي يو. كان يعني عندها في المساله الاف سي يو ب 25، يبقى دي 35 السي سي. طب هل انا داخل احسب السي سي ده؟ لا. امال انا داخل احسب ايه؟ هو ساعات بقى بيقول لي جيب قيمه حديد الفرش ده لوحده، وجيب قيمه حديد الغطاء ده لوحده، ده كام في المتر وده كام في المتر. بص بقى، مبدئيا تعريف الدبس ايه اللي هو في القانون ده، الدي ده اهي تعريفها ايه؟ هي المسافة من سنتر لاين السيخ لحد الجهة المضغوطة للخرسانة، تعريف تاني يا مدني. فده سنتر لاين السيخ الأحمر اللي هو بتاع الفرش. فالدبس بتاع الفرش هو المسافة من السنتر لاين ده لحد فوق اللي هو ده، دي الفرش. فلو انت بتصمم الفرش، لو انا شغال على الفرش، فالدي بتاعت الفرش بتساوي ايه؟ بتساوي التي كلها، اطرح منها كونكريت كفر، واطرح منها نص سمك، نص قطر حديد اللي هو حديد الفرش. فيبقى الدي بتاع الفرش بيساوي التي كلها ناقص الكونكريت كفر ناقص قطر حديد الفرش على الاتنين. بنفس المنطق عايز اجيب الدبس بتاع حديد الغطا، فده السنتر لاين بتاع حديد الغطا، والمسافه من السنتر لاين لحد فوق دي اسمها دي الغطا. طب دي الغطا ده بكام؟ التي كلها ناقص السي سي ناقص قطر حديد الفرش كله ناقص نص قطر حديد الغطا عشان اوصل للسنتر لاين ده. فيبقى لو شغال على الغطا، الدي بتاع الغطا بيساوي التي ناقص الكونكريت كفر اللي هاخده قيم الاثنين دول على حسب الاف سي يو ناقص قطر حديد الفرش كله ناقص قطر حديد الغطا على الاثنين. طب حاجه زي دي انا اصلا مش عارف الاقطار كام قبل ما اعوض هنا، انا مش عارف الاقطار بكام، ما انا عايز الدي ده عشان اعوض هنا مثلا، فانا مش عارف الاقطار بكام، انا لسه ما صممتش. هتفرض، هفرض ده مثلا فاي 12 وده فاي 12، واشوف هل هيظبط معايا العدد ولا لا. لو ما ظبطش ترجع تفرض قطر اكبر وترجع تجيب دي جديده وترجع تعوض هنا تاني في الاول وتجيب اريا اس، وبعد كده تشوف العدد بتاعها من 5 ل 10 ولا لا. فدي فكره ممكن تجيلك في ام سي كيو، ازاي تحسب الدبس بتاع حديد الفرش وازاي تحسب الدبس بتاع حديد الغطا. طب تعالى يا باشمهندس ناخد مثال تاني، نعمل عليه ديزاين برضو بس نغير الاسترينج اكشن شويه. يعني المره دي انا بقول لك ان انا عندي استريننج اكشن ام وركينج بصفر، والتي وركينج هي اللي بقيمه. المثال اللي فات كان ام وركينج هي اللي بقيمه والتي وركينج بصفر. المطلوب انك تعمل ديزاين للسكشن از ووتر سايد سكشن ان اسلاب اوف تانك سلاب برضو، ودي الخطوات اللي قدامك الستبس. وتعالى يا باشمهندس اول حاجه كونكريت دايمنشن، بما انه سلاب يبقى البي ب 1000، بما ان عليه تي بس، تي وركينج بس، فالتي ارجع للقوانين اللي كنت كاتبها لك، التي بتساوي نص التي وركينج، فنص في 450 يديك 225 مللي. بقربها لاقرب 100 مللي بالزياده هاخدها ب 300. الخطوه الثانيه تشيك ستريسز، بتاكد ان الاف سي تي اقل من او بيساوي الاف سي تي ار على ايتا 1 ايتا. الاف سي تي بتساوي اف سي ان زائد اف سي ام، اف سي ام المره دي هي اللي بصفر، اف سي تي ان اللي هي تي وركينج في 10 اس 3 على البي في التي.
التي وركينج ب 450 بعوض بالوركينج، البي ب 1000 والتي ب 300 اهو، يطلع معاك الاف سي تي ان ده اهي بواحد ونص. هجمع ده زائد ده اجيب الاف سي تي، يبقى الاف سي تي بتساوي اف سي تي ان زائد اف سي تي ام تديك واحد ونص. هو باروز ده الاف سي تي ار 6 من 10 جذر الاف سي يو ب 3. عشان اجيب الايتا 1 ايتا بجيب التي في. بص بقى ركز في دي، الاف سي تي ان برقم، الاف سي تي ام بصفر، اي حاجه على الصفر بما لا نهايه، ما لا نهايه زائد اي حاجه بما لا نهايه، ما لا نهايه في اي حاجه بما لا نهايه، يعني التي فيرشوال بما لا نهايه، لان المقام هنا بصفر، مفيش اف سي تي ام اصلا، مفيش مومنت اصلا. ما لا نهايه دي اكبر من ال 600، فيبقى الايتا 1 ايتا ب 1.4، لانه قلت لك لو هي بتساوي 700 او اكبر، لو بتساوي 600 اسف او اكبر من 600، فالايتا 1 ايتا بتتاخد ب 1.4. طب كمل كده يا باشمهندس. هعوض فوق الاف سي تي ار ب 3 على الايتا 1 ايتا اللي هي ب 1.4، يطلع معاك ب 2.14. ده هي ب 2.14 اللي هي الالاول، والاف سي تي ب 1.5، يعني الاف سي تي اقل من او بيساوي اف سي تي ار على ايتا 1 ايتا، يبقى اوكي سيف، هيطلع معاك دايما سيف في الامتحان. الخطوه الثالثه ديزاين، والديزاين التيمت المره دي هعلمك ازاي نصمم تي التيمت فقط. على فكره انت المفروض عارف، يعني لو عندك قطاع عليه شد بس. بصمم ازاي؟ بصمم باستخدام معادله الطاي. طب معادله الطاي بتقول ايه؟ الاول جيب التي التيمت 1.5 في التي وركينج يديك 675. بصمم باستخدام معادله الطاي اللي بتقول لك ان الاريا اس بتساوي تي التيمت في 10 اس 3 على الاف فيلد على الجاما اس، وعشان بصمم موتر سايد سيكشن فسعادتك بتضرب اف يلد في بيتا كراك. ايه ده يا باشمهندس انت كده بتراجع على ساعه تانية؟ اه السيكشن ده مراجعه على ساعه تانية مع شويه حاجات زياده اللي هي البيتا كراك، تشيك ستريسز، كلام فاضي خالص، وده القانون اللي بصمم بيه. يلا عايز البيتا كراك اعمل ايه؟ هفرض فاي 12، قلنا بقى بنفرض البيتا كراك ب 93%، لانها نفس الاف يلد 350. هتعوض في المعادله الطي التيمت، التي التيمت عندك، الاف يلد 350، كل حاجه عندك، هيطلع معاك الكلام ده ب 2384.8. انا فرض فاي 12، اخد الرقم ده واشوف هو كام سيخ فاي 12. قال لك لا استنى، هو الحديد ده لو ده القطاع، الحديد اللي انا جايبه ده توتال، مش ده التوتال الحديد اللي جوه القطاع، هيتحط تحت بس ولا فوق بس؟ ده القوة اللي على القطاع هنا شد، فلازم الحديد يتحط بالتساوي فوق وتحت. ليه يا باشمهندس؟ عشان يبقى محصلة الشد اللي في القوة دي في النص تقدر تتحمل القوة التنشن اللي موجودة على القطاع. خد بالك لو القطاع عليه مومنت بس، الحديد كله بيبقى ناحية المومنت الموجب، ناحية الشد يعني. لو القطاع عليه تي التيمت بس، فالحديد بيتوزع بانتظام هنا وهنا، النص هنا والنص هنا. وبالتالي اريا اس لأي سايد من دول بتساوي القيمة ده هي على الاتنين، فتطلع ب 1193. دي بقى اللي تقسمها على فاي كام؟ 12. يطلع للاسف 11 سيخ فاي 12. عيط بقى يا ابني. ليه؟ اصل 11 ده رقم اكبر من 10، ففاي 12 مش نافع، يبقى الاسيوم ده غلط، فيبقى اسيوم فاي كام؟ 16. نوت اوكي، يبقى اسيوم فاي 16. بيتا كراك بكام؟ اختلفت 85%. اخد المعادلة تاني وعوض، بعوض اهو، طلع معايا برقم. اخد الرقم ده واجيب الحديد لكل سايد اقسمه على الاتنين لان عليه تنشن بس، فيطلع كل سايد 1305. ده 1305 ده 1305، اقسم على مساحة تسيج الفاي 16، يطلع معاك ب 7 فاي 16 على المتر.
سيف ولا انسيف؟ ينفع عادي. السبعة رقم من 5 لـ10، فيبقى القطاع بتاعك اهو فوق 7 × 16 وتحت 7 × 16. وده يا باشمهندس القطاع بتاعك كديزاين. خلصت كده القطاع ده، مفيش اي حاجة تانية فيه. تعال ناخد القطاع اللي بعده. جيفن بقى ام وركينج بكذا والتي وركينج بكذا، وخلي بالك عندي ام وتي الاتنين مع بعض، فانا دلوقتي هعلمك لو عندي قطاع ام وتي بتصرف ازاي. ركز بقى، اف سي يو بكذا واف يلد بكذا. وتعالى نعوض يا باشمهندس، اول حاجه كونكريت دايمنشن، بما انه سلاب يبقى البي ب 1، التي عندي ام وتي 2، فكنا بنقول لك ان التي بتساوي 50 جذر الام زائد 30. هتعوض الام عندي ب 25، بعوض بالكيلو نيوتن متر عادي، يطلع معايا ده بالملي 280 ملي، بقرب لاقرب 100 بالزياده اخدها ب 300. بعد كده الخطوه الثانيه تشيك ستريسز، عايز اتاكد ان الاف سي تي اقل من الاف سي تي ار على ايتا 1 ايتا. نفس الكلام، اف سي تي ناتجه من المومنت والتي، فاول حاجه هتروح تجيب بتاعه المومنت ام وركينج في 10 اس 6 على البي في التي تربيع على 6. هتعوض الام وركينج عندك ب 25، البي عندك ب 1000، التي عندك ب 300، يطلع ب 1.67 من 100. اف سي تي ان تي وركينج في 10 اس على البي في التي هتعوض بنفس القيم، بس التي وركينج ب 30، هيطلع معاك بواحد من 10. تجمع ده زائد ده هيطلع معاك ب 1.77 من 100، ده الاف سي تي. الاف سي تي ار برضه 6 من 10 جذر الاف سي يو، تطلع ب 3 ميجا باسكال. الايتا 1 ايتا، الاول تجيب التي في اللي هي بتساوي التي في 1 زائد اف سي تي ان على الاف سي تي ام. اف سي تي ان عندك بواحد من عشرة بالموجب، لان ده تي ووركينج شد. هتلاقيني بجري في الحتة دي لان خلاص دي رابع مرة نعمل شيك ستريس، مرة شرحتها لوحدها وده تالت مثال، فده رابع مرة. فدي 1 من 10 واف سي تي ام ب 1.67 من 100. التي ده هي بكام؟ 300. هتعوض يطلع معاك 318، رقم قريب من ال 300 قوي، وال 300 دي ما بين ال 200 وال 400. ال 200 كانت الايتا 1 ايتا بتاعتها ب 1.2 من 10، ال 400 الايتا 1 ايتا ب 1.3، فهي رقم ما بين 1.2 و 1.3، يعني 1.25 من 100. هتقسم الرقم ده على 1.25 من 100 اللي هي 3 على 1.25 من 100 اهو، هيطلع معاك ب 2.4 من 10، 1.77 من 100 اقل من 2.4 من 10، يبقى انت كده اوكي سيف. وتعالى للخطوه اللي بعدها، خطوه الديزاين. بعمل ديزاين التيمت، فمحتاج انا عندي ام وتي. تعالى نشوف ازاي بنمشي خطوات حل الام وتي. وخلي بالك انا هقول لك الخطوه بتعويضه، مش هضيع لك وقتك، يعني هتلاقي الخطوه هوبا تعويضه بعدها، فركز معايا بالله عليك. اول خطوه حساب الام التيمت او التي التيمت. التي التيمت 1.5 في التي وركينج في 1.5 في 30 ب 45. الخطوه الثانيه حساب الام التيمت، 1.5 في 25 يديك 37.5. الخطوه الثالثه بحسب حاجه اسمها الاي اكسنتريستي، اما التيمت على التي التيمت اما على التي، يبقى الاي بتساوي مومنت على تنشن تي التيمت. المومنت عندي ب 37.5، التي التيمت ب 45، هتقسم ده على ده يطلع معاك ب 83 من 100 متر. يبقى حسبت التي التيمت اما التيمت اي بعدها على طول. الخطوه اللي بعد كده بحسب حاجه اسمها تي على الاتنين ناقص الكفر. طالما الراجل ما ذكرش كفر، هل هو حديد فرش ولا غطا، فانا خلاص الكفر بتاعي بكام؟ ب 50 مللي دايما. التي بكام؟ 3 من 10، فيبقى 3 من 10، يبقى بعوض بالمتر. 3 من بعوض بالمتر عشان الاي عندي بالمتر اصلا. 3 من 10 على الاتنين ناقص 5 من 100، دي بالمتر ودي بالمتر، يطلع معاك ب 1 من 10 متر. يبقى تي التيمت اي قطاع على ام وتي
تي التيمت، اما التيمت اي اما على تي على الاتنين ناقص كفر. بمسك بقى الاي والتي على الاتنين ناقص كفر اقارنهم ببعض. وهنا بقى قدام سعادتك حلين، هكتبها لك الاول وبعد كده نظهرها بالانيميشن كده سريعا. قدامك كده حلين، هو انا عملت ايه؟ ركز كده، انا جبت لك حاجه اسمها اكسنتريستي اما على تي. عارف ده الاكسنتريستي معناها ايه اصلا؟ معناها انك لو بعدت عن السنتر لاين بتاع القطاع مسافه اسمها الاكسنتريستي وحطيت قوه اسمها تي التيمت في النقطه اللي فيها اللي بعيده مسافه عن السنتر لاين اكسنتريستي، اما تيجي تمسك القوه دي وتنقلها للسنتر لاين تاني هتتنقل بالتي التيمت والام التيمت. بالراحه كده هفهمها لك دلوقتي. قال لك اول احتمال ان الاي الاكسنتريستي تكون اقل من او بيساوي تي على الاتنين ناقص الكفر. ده اول احتمال يا باشمهندس، ان الاكسنتريستي اللي عندك تكون اقل من القيمه دي. عارف ده معناه ايه؟ ان لو ده القطاع هنا، بس هنفهم الفكره، انما القوانين كمعادلات هقولها لك دلوقتي. لو ده القطاع بتاعك وده السنتر لاين بتاعه، فالمسافه وده الحديد اهو مثلا، فالمسافه ده اهي من هنا لحد هنا من السنتر لحد الحديد اسمها تي على الاتنين ناقص الكفر. ليه ناقص الكفر ده؟ هو بيقول لك ان الايه اقل منها، فالايه هنا مثلا يعني النقطه بتاعت الايه هنا كده، المسافه دي اسمها ايه؟ دي اول حاله. لو انت الحاله دي، لو انت الحاله دي، فانت كده يا باشمهندس بقى الحمل اللي عندك اللي اسمه تي التيمت اللي هو هنا قوه الشد دي، لو نقلتها بقى للسنتر هتتنقل بقوه وهتتنقل بعزم، والعزم ده اسمه ام التيمت على فكره، لانه هيساوي تي التيمت في الاي، فالتي التيمت في الاي هي الام التيمت. ده اللي كنت بقول لك من شويه. قال لك لو الاكسنتريستي ده طلعت جوه القطاع كده، يعني هي اقل من تي على 2 ناقص الكفر، فده معناه ان التنشن هو المتحكم بشكل كبير قوي، مش المومنت. يعني التنشن قيمته كبيره، لان التنشن قيمته كبيره طلعت الاي صغيره، يعني التنشن هو المتحكم. انا هنا بفهمك يا باشمهندس، انما اللي جاي خطوات حل، والله يا ابني خطوات وهتلاقي الموضوع بسيط، بس بالله عليك افهم. فده كده معناه ان التنشن قيمته كبيره قوي. كلام جميل. يعني ايه التنشن قيمته كبيره؟ هو لو التنشن هو اللي متحكم، يبقى القطاع ده بيتقاوم بحديد شكله عامل ازاي؟ احنا اتفقنا قبل كده في التنشن، قول لي ان القطاع اللي بيقاوم التنشن بس حديد تحته وحديد فوق قد بعضه، فالتنشن هو اللي متحكم بشكل رئيسي، فالحديد اللي انا حاطه ده لازم يبقى فيه حديد كمان فوق قده. لا مش قده. ليه مش قده؟ لان القطاع ده معلوش تنشن بس، عليه شويه مومنتات كمان. تعالى بقى ننقل التي التيمت ده اهي للسنتر، تعالى انقلها تاني، ركز معايا. هتتنقل بقوة اسمها تي التيمت وهتتنقل بعزم يا باشمهندس، العزم ده اسمه سبحان الله ام التيمت. ليه يا ريس؟ اصلك هتضرب تي التيمت في الاي فهيديك الام التيمت ده، وبكده القوة دي بالمسافة الاكسنتريست دي راحهم، فانا همسحها لك اهم، ان نقلتهم بقوة وعزم. شكرا، مع السلامة. مع السلامة. واتفقت معاك ان القطاع اللي هيقوم بالكلام ده لازم يبقى دبل رينفورسمنت كده. انا عايز بقى اجيب الايه، الحديد ده بكام والحديد ده بكام، بس واعمل كده عملت ديزاين. طيب بص كده، بما ان التي هو المتحكم
فمعادلات الطاي هي المتحكمة. بص خليني ماشي معاك كده واحدة واحدة. طب التي التيمت دي في النص بالظبط، اكيد نص القوة ده اهي هتروح للحديد ده كده، فيبقى اسمها تي التيمت على الاتنين، ونص القوة دي هتروح للحديد ده. فانا معلش همسح لك ده كده معلش. يبقى الحديد ده كده شايل برضو تي التيمت مقسوم على الاتنين، يبقى انا كده خدت تأثير التي التيمت على الحديد ده والحديد ده. طب بالنسبة للام التيمت، قال لك المومنت دايما المومنت ده هيتحول هنا لذراع شد، لان هو بيشد هنا، وهنا هيضغط، يبقى هنا هيضغط كده وهنا هيشد كده، ما هو هيشد يبقى هيشد مع الشد ده في نفس الاتجاه. طب قيم الكلام ده بكام؟ القيمة دايما عايز اجيب عزم، حولته لقوتين، عزم ازدواج اهو، فالقوة الواحدة بكام؟ المومنت مقسوم على المسافة بتاع القوة، المسافة دي كام بقى؟ المسافة دي كام؟ دي اللي هو الدبس ناقص الدي داش، لأن المسافة من هنا لحد تحت خالص ما دي، هطرح منها المسافة اللي فوق اللي هي دي داش، تبقى دي ناقص دي داش. يعني أي قوة من دول هي إما ألتيميت على دي ناقص الدي داش، ودي إما ألتيميت على دي ناقص الدي داش. وبكده يبقى الحديد اللي تحت اللي ناحية شد العزم عليه تي ألتيميت على الاتنين زائد إما ألتيميت على دي ناقص دي داش، فعليه قوة شد كبيرة، فيتصمم يطلع لك حديد كبير، وده منطقي لأنه في اتجاه شد العزم. طب اصمم ازاي بقى؟ هجمع ده زائد ده يديني قوه تي التيمت، اروح اعوض في مين؟ في معادله الطاي، اجيب الحديد اللي تحت ده، اجيب ده ناقص ده لان ده بيضغط، ده ناقص ده فيجيب لي قوه شد، لان شد هو اللي هيكسب برضه، ما ده هيبقى ب 50 وده ب 30 مثلا، فيبقى 50 ناقص 30 ب 20 شد، لان شد هو الكسبان، وتروح تجيب قيمه الحديد اللي فوق من معادله الطاي. فدي أول حالة يا باشمهندس، لو اي أقل من أو بيساوي تي على الاتنين ناقص الكفر، هتعمل ايه؟ بكل بساطة الحديد ناحية ضغط العزم هيبقى تي عليه قوة تي التيمت على الاتنين ناقص ام التيمت على دي ناقص دي داش، الحديد ناحية شد العزم عليه تي التيمت على الاتنين زائد ام التيمت على دي ناقص دي داش، هنا قوة شد وهنا قوة شد، هتروح تصمم الاتنين بالطاي تطلع حديد زي التي التيمت بس. دي أول حالة. طب الحالة التانية، احنا كده هنقسمها حالتين اهو، احنا عملنا أول حالة على الشمال خلاص، تعال نقول الحالة التانية. لو طلع إن الـ E أكبر من T على الاتنين ناقص الكفر، بص بقى يا ريس، بكل بساطة أدي القطاع بتاعه وادي السنتر لاين بتاعه والحديد بتاعك اهو، المسافة ده ايه؟ اسمها ايه دي؟ اسمها تي على الاتنين ناقص الكفر. الحديد ده ناحية دي العزم، بالك من الحته دي، هعيد ده ناحيه دي العزم اللي هو الام الطم، الام الطم عامل كده، فانا عايز اجيب القوه، القوه بتشد، تشد يعني بتعمل كده، فالتي على الاتنين ناقص الكفر، الاي اكبر منها، الاي بره بقى هنا، الاي المره دي هنا بره، هو اللي قايل الحاله التانيه الاي هنا، فلو الاي هنا ودي التي التيمت، فانت عايز تحول التي التيمت تنقلها هنا بقوه وعزم. هي الاي بره معناها ايه؟ الاي تطلع بره، يعني الاي اكبر من تي على 2 ناقص الكبر معناها ايه؟
مع الاي كبيرة، يعني مين الكبير؟ الام التيم الكبيرة، يعني المومنت هو المتحكم، فاللي بيقاوم الحديد اللي بيقاوم في الحالة ده اهي هو حديد ناحية ديل السهم بس، اللي هو اللي تحت ده بس، مفيش حديد الناحية التانية، الناحية التانية بيبقى اريا سلاش. فانا همسك التي التيمت ده اهي وانقلها هنا بقوة شد اهي وبعزم، وقيمة العزم ده اما التيمت اللي هي التي التيمت في الاي. وشكرا، تعال ننقل ده كده، نمسح دول بقى. بس خلي بالك لو عملت الحركة دي انا مش عارف اصمم الحديد ده على ايه، فقال لك لا انا مش هنقل بقى المرة دي القوة، مش هنقل التي التيمت للسنتر، لان ده في حديد واحد بس اللي بيشيل. انا كنت المره اللي فاتت بنقل للسنتر لان في 2 حديد، المره دي هنقل القوه بتاعت المين للحديد نفسه، يعني التي التيمت ده اهي هتتنقل هنا. ركز معايا بقى في دي، هتتنقل الحديد ده بقوه اسمها تي التيمت. خلينا نمسح اللي فوق عشان ما تلخبطش، مفيش قوة اتنقلت. وهتتنقل بعزم اسمه الام التيمت على الحديد نفسه، بس العزم ده ما اسموش ام التيمت الحقيقة، لأن أنا هنقل القوة اللي كان بعدها اي لحد الحديد، فهيتنقل في المسافة دي. خلي بالك الاي لحد هنا تحت هنا كده، خلينا نمسح حالك تاني أحسن. عشان بس الرسمة تختلف في بعضها، فخليها امسحها تاني واعملها لك بنظافة أكتر. بص كده، أدي الحديد أهو، وأدي السنتر لاين أهو. وده يا باشمهندس المسافة اللي اسمها تي على الاتنين ناقص الكفر، مش مهم اكتبها لك بقى. والإي طلعت أكبر منها، فالإي هي دي اسمها اي هنا كده، في هنا قوة اسمها التي التيمت. التي التيمت ده ايه؟ المفروض انها كنت بنقلها للسنتر لاين، بس بنقلها للسنتر لاين ليه؟ لان كان المرة اللي فاتت التي هي الكبيرة فالاي كانت صغيرة، فكان في حديدين، فانا عايز انقل القوة للحديدين، مفيش حد احسن من التاني، بنقلهم للسنتر وبعد كده بقسمهم على الحديدين. انها المره دي انا ما عنديش غير حديد واحد بس اللي بيقاوم، لان المومنت هو الكبير، لان الاي طلعت كبيره، والاي الكبيره معناه ان المومنت كبير قوي، فما عنديش غير حديد واحد بس اللي بيقاوم ناحيه الترحيله، كمان الحديد ده يبقى ناحيه الترحيله. التي التيمت ده هيبقى هنقلها للحديد بقوه اسمها تي التيمت وبعزم، بس العزم يا باشمهندس ما اسموش الام التيمت. طبعا انت المفروض عارف ليه، لان عشان اجيب الام التيمت المفروض اضرب التي التيمت في الاي كلها، فهنقلها للسنتر. انا مش هنقلها للسنتر، هنقلها للحديد ده. امال المره دي العزم ده اسمه ايه؟ قال لك العزم ده يا باشمهندس اسمه ام التيمت اس ابروتش، او ام التيمت اس، لان المسافه ده ايه اللي من التي التيمت لحد الحديد اللي هنقله هنقله القوه هسميها الاي اس، بتساوي الاي اس اي ناقص تي على الاتنين ناقص الكفر، الاي كلها ناقص تي على الاتنين ناقص الكفر، دي الاي اس. فالتي التيمت اتضرب في اس تجيب لك ام التيمت، فنسميه ام التيمت اس. بقى الحديد ده عليه تي التيمت وعليه مومنت اسمه ام التيمت اس. التي التيمت هجيب الحديد بتاعها زي الطاي، طب الام التيمت اس هصممها بالسي 1 جي واجيب الحديد بتاعها واجمع بعد كده الحديدين على بعض، يبقى هو الحديد ده. يبقى التي التيمت هجيب حديدها زي الطاي، والام التيمت اس هجيب حديدها بالسي 1 جي، اجمع الحديد اللي طلع من هنا على الحديد اللي طلع من هنا، يبقى هو الحديد اللي تحت ده. الناحيه الثانيه بنحط اريا اس داش. تعال نعمل الكلام ده بالانيميشن، هي خطوات بقى سواء فهمت او لا،
يوجد حالتين، الحالة الأولانية E أقل من أو بيساوي T على 2 ناقص الكفر، فيبقى سمول اكسنتريستي. E أكبر من T على 2 ناقص الكفر، فيبقى بيج اكسنتريستي. لو أنت سمول اكسنتريستي فادي الشكل بتاعك، أدي بنحولها لـ T ألتمت و M ألتمت. هنا اريا اس 1 اريا اس 2 قوتين تي التمت على 2 تي التمت على 2، وام التمت على دي ناقص دي داش، وام التمت على دي ناقص دي داش بس هنا بالشد عشان ناحيه شد العزم. فالحقيقة اللي تحت هيبقى عليه مجموع الاثنين دول، وما يجي يتصمم يتصمم بمعادله الطاي، اوعى تنسى البيتا كراك. والحقيقة اللي فوق هيبقى عليه ده ناقص ده، وما يجي يتصمم اريا اس 2 بتساوي تي التمت 2 في 10 اس 3 على البيتا كراك في اف فيلد على الجام اس، زي ما قلت لك بالظبط. الناحية التانية البيج اكسنتريستي عندي القطاع بيبقى عليه ام وتي برضو، بيبقى بيتقاوم بحديد واحد بس اريا اس، والاريا اس دي بتساوي او بستخدمها بام التمت اس ابروتش. ام التمت اس ابروتش اول حاجة بجيب الاي اس اللي هي بتساوي اي ناقص تي على الاتنين ناقص الكفر، بعد كده بتجيب ام التمت اس اللي هي تي التمت مضروبة في الاي اس. جبت المومنت عند الحديد اصممه بالسي 1 جي، اجيب السي 1 واجيب الجي. بعد كده عايز اجيب الحديد، هنا خلاص اقول لك ان الحديد اللي هنا بيساوي ام التمت اس في 10 اس 6 على الاف فيلد في الجي في الدي، دي معادله السي 1 جي بتاعه الحديد بتاع المومنت. هجمع عليه الحديد بتاع مين؟ التي التمت. والاف فيلد دي مضروبه في ده كراك، والاف فيلد دي مضروبه في ده كراك، فخدتها من المشترك بره. فده يا باشمهندس يبقى الديزاين بتاعك لو انت عندك ام وتي حسب قيمه الاي بالنسبه لتي على 2 ناقص الكفر. لو هي اقل من او بيساوي تي على 2 ناقص الكفر فانت بتمشي زي الشمال، لو اكبر من تي على 2 ناقص الكفر فانت بتمشي زي الناحيه اللي على اليمين. تعال نشوف المثال بتاعنا بيقول ايه. طبعا في اريا اس داش الناحيه الثانيه، والاريا اس داش دي ببوينت 225 اريا اس، ببوينت 225 اريا اس. تعال نشوف يلا المثال بتاعنا بيقول ايه. الاي بتاعتنا كانت طالعه ب 83%، التي على الاتنين ناقص الكفر كانت طالعه بواحد من عشرة. فانت تيجي تقارن تلاقي ان الاي اكبر من تي على الاتنين ناقص الكفر. قارن كده هتلاقي ان الاي بتاعتك اكبر من تي على الاتنين ناقص الكفر. ففي المثال ان اكزامبل الاي اكبر من تي على الاتنين ناقص الكفر، فانت بيج اكسنتريستي، فانا همشي الخطوات دي. اول خطوه هستخدم ام التمت اس ابروتش، يبقى الاي اس بتساوي اي ناقص تي على الاتنين ناقص الكفر. يعني تعال نعوض الاي ب 83% ناقص 1 من 10 يطلع 0.733. طيب بعد كده هتروح تجيب الام التمت اس اللي هي التي التمت في الاي اس، التي التمت عندك ب 45 في الاي اس اللي عندك دي، يطلع معاك الكلام ده ب 32.98%. هتصمم دي بالسي 1 جي، هتطلع هتجيب الاول الدبس اللي هو تي ناقص الكفر، الدي ب 300 والكفر ب 50، يطلع معاك ده 250. هتقف في اول معادله سي 1 جي 250، وام التمت اس ب 32.98%، اف سي يو ب 25، والبي ب 1000. من هنا تروح تجيب السي 1 تطلع معاك ب 6.88%، تخش الجدول صفحه 47 تجيب الجي 0.826. بجري في الكلام ده سي 1 جي، انا هقول فيه ايه؟ يعني الكلام ده شرحناه قبل كده، وانا شرحته بالخطوات من شويه، وكاتب لك الخطوات جنبك اهو، فهي قوانين وقعوا بقى فيها. هي الحته الفهم عدت، اللي جاي ده بحل اكني في امتحان. اكن انت في امتحان نفس الكلام بالظبط. يعني في الامتحان ما تزودش عن كده، ما تشرحش الطريقه جت منين. بقعد في القانون ده. عشان اعرف القانون ده محتاج البيتا كراك. فالاول ادي القانون اهو. البيتا كراك هفرض فاي 12، البيتا كراك تطلع ب 93%. هتعوض يا باشمهندس في كل حاجه عندك، الام التمت اس عندك اهي، عندك نوتين وشويه، الام الاف فيلد 350، الجي عندك، الدي عندك، التي التمت عندك، الاف فيلد عندك، كل حاجه عندك. هتعوض يطلع معاك الحديد ده 649.6. ده انهي ده الحديد الرئيسي اللي هو الاريا اس. تستخدم فاي 12 يطلع معاك 6 فاي 12. الحديد الثانوي اريا اس داش 0.225 في الرقم ده، واي حديد ثانوي يا ابني في الخزانات ما بيقلش عن 6 فاي 12، فاخده ب 6 فاي 12. يعني طالما الاريا اس طلع ب 6 فاي 12 فالمينيمم في الخزانات 6 فاي 12، فالاريا اس ده تطلع زي 6 فاي 12 ما تقللش عنه. وبكده سعادتك انا علمتك ازاي تعمل ديزاين لقطاع عليه ام ام وتي، ووتر سايد سيكشن عليه ام وتي.
ناقص بس اخر حاجة اللي هو القطاع اللي عليه ام وان. تعالى كده ناخد مثال لقطاع عليه مومنت ونورمال. الام وركينج ب25 والنورمال بسالب 300 كيلو نيوتن سالب يعني ضغط. اف سي يو ب25 ميجا باسكال والاف يل 350. وبيقول لي ديزاين ذا سيكشن از ووتر سايد سيكشن في سلاب سيكشن. وادي الخطوات بتاعتنا. وتعالى يا باشمهندس نخش على اول حاجه كونكريت دايمنشن. بما انه سلاب يبقى البي ب1000 وده عنده ام وان. فالام وان التي بتاعتنا بكام؟ 50 جذر الام ناقص 30. فيبقى 50 جذر الام ناقص 30 يطلع معاك ده ب 220، قرب لاقرب 100 بالزياده يطلع ب 300. الخطوه الثانيه التشيك ستريس از وركينج، ركز في ده. بحاول اقارن الاف سي تي باف سي تي ار على ايتا 1 ايتا 1 ايتا. اف سي تي بتساوي الاف سي تي الناتجه من المومنت والناتجه من النورمال. الناتجه من المومنت 25 في 10 اس 6 على البي ب 1000 التي ب 300 تربيع يطلع ب 1.69 100 زي اللي فاتت. الناتجه من النورمال بقى ده المره دي النورمال ضغط. فلما باجي اعوض عن النورمال الضغط هنا في المعادله بعوض بالسالب سالب 300 التعويض بالاشارات. اتفقنا النورمال لو شد موجب لو ضغط سالب. فيبقى الاف سي تي ان ده اهي تطلع بسالب 1 ميجا باسكال سالب لانها ضغط. حتى لما اجي اقول اف سي تي بتساوي ايه؟ ده ناقص ده تطلع ب 67 من 100 ميجا باسكال. لان الضغط ما بيعملش شد يا ابني، ده بيقفل القطاع اكتر، فده مور سيف، فبيقلل الاجهاد الفعلي اللي واقع على القطاع بيقلله. طيب اف سي تي ار 6 من 10 كده تطلع ب 3 ميجا باسكال. تعوض بعد كده بقانون التي في تي في 1 زائد كذا في كذا. كل ده تعويض بالاشارات. التي ب 300 اف سي تي ان بسالب 1 اف سي تي ام ب 1.69 من 100 يطلع معاك ده ب 121 برقم ما بين 100 و200 تاخد القيمه ما بينهم 1.1 من 10. وبعد كده يا باشمهندس تقسم 3 على 1.1 يطلع لك 2.7 من 10. اقل من ده يبقى اكبر من ده اسف يبقى انت سيف. فتشيك ستريس زي اللي فاتوا بالظبط، كل اللي فرق في الضغط بعوض عن الان بتاعتنا بالسالب. تعالى الخطوة اللي بعد كده يا باشمهندس، الديزاين بالالتيميت. وانا المرة دي هعلمك ازاي نصمم قطاع عليه ام وان. فالنهاردة خدنا قطاع عليه مومنت بس، عليه تنشن بس، عليه ام وتي، ودلوقتي بكمل معاك القطاع اللي عليه ام وان. خطوات الحل زي ما اتعودنا في المرة اللي فاتت، انا بقول الخطوة وبعوض بارقام على طول. اول حاجة ام التيميت، او اول حاجة ان التيميت 1.5 في الان وركينج، يعني 1.5 في 300 ب 450. اللي بعده الام التيميت 1.5 في الام وركينج، يعني 1.5 في 25 ب 37.5. اللي بعده برضو بحسب الاي ام على ان. خلي بالك هنا ما عوضش باي اشارات لحد تشيك ستريس، بس بقى باشارات ام على ان. يبقى 37.5 على 450 يطلع لك 0.038 متر. بحسب بعدها، انا شغال بقى زي الانتراكشن دايجرام. فبحسب بعدها كنا هنا كنا بنعمل ايه في الام وتي؟ كنا بنحسب تي على الاثنين ناقص الكفر وبنقارن ونكمل. لا، في الام وان مختلفه، بحسب حاجه اسمها اي على التي. الاي ب 83 من 1000، التي ب 3 من 10، فتعوض يطلع معايا الكلام ده 0.277 متر. بمسك بقى الرقم ده وعندي ليه حالتين. الحالة الأولانية إن الـ E على T تبقى أقل من أو بيساوي تلت، يعني الحالة بتاعتنا دي، ساعتها بنسمي الانهيار كومبريشن فيلير. ليه كومبريشن فيلير؟ لأن كده معنى إن هي أقل من تلت يعني الـ E صغيرة. الـ E صغيرة يعني الـ N كبيرة. فالـ N لو كبيرة، ما الـ E صغيرة يعني الـ N كبيرة. فالـ N لو كبيرة يبقى الانهيار بيبقى كومبريشن فيلير، اللي هي الـ N هي اللي متحكمة. انما لو الاي على تي اكبر من التلت يبقى المومنت هو المتحكم، بنسميه تنشن فيلير. وعلى فكره كلمه المومنت متحكم تفكرك بالام التيميت اس ابروتش، فهنا انا هكمل ام التيميت اس ابروتش.
اللي هي بتاعت الام والتي. تعالى بس هنا، لو طلع ان جواها كومبريشن فيلير يعني الاي على التي اقل من التلت، تعمل ايه؟ قال لك بنستخدم دبل انتر اكشن دايجرام اللي هو الالفا فيه بواحد دايما، دايما في الخزانات يعني، ما بقارنش ولا اي حاجه. هي اول ما تطلع الاي على التي اقل من التلت فانا يوز دبل انتر اكشن دايجرام. هتلاقي بقى ان الدبل انتر اكشن دايجرام اللي هو الالفا بواحد ده فيه 500 انتر اكشن دايجرام في المانيوال، كتير قوي، بتاع 12 ولا 13 واحد. اختار اني واحد فيهم؟ بخش الصفحه بتاعه الانتراكشن دايجرام بثلاث حاجات. اول حاجه الالفا بواحد، فانا كده حددت شويه صفحات 16 صفحه باين. تاني حاجه الابسلون ب 9 من 10. تالت حاجه قيمه الاف فيلد، بس احنا في الووتر سايد سيكشن، فبخش بقيمه البيتا كراك في الاف فيلد، يعني هضرب 350 في البيتا كراك. طب البيتا كراك بكام؟ هشوفها بقى هنشوفها في المثال دلوقتي، هنعوض في المثال ونعرف احنا بنتعامل ازاي. اخلق لك مشكله وهحلها كمان شويه. لما تضرب بيتا كراك في الاف فيلد يعني 350 في البيتا كراك، هيطلع لك رقم كذا ميجا باسكال. الرقم اللي هيطلع ده مستحيل تلاقي في المانيوال جدول مكتوب فيه الاف فيلد بنفس الرقم ده، مستحيل. وانت داخل الانتراكشن دايجرام مستحيل تلاقي المفتاح بتاع الانتراكشن دايجرام مكتوب فيه اف فيلد بنفس الرقم اللي انت طلعته من بيتا كراك في الاف فيلد. طب اعمل ايه بقى؟ خلي دي مشكله في دماغك، شوف انا هعملها ازاي في المساله. بعد الثلاث حاجات دول بيحددوا لي رقم الصفحه. بعد ما حددت رقم الصفحه بروح اجيب حاجه اسمها كي التيميت، اللي هي ان التيميت في 10 اس 3 على الاف سي يو في البي في التي، كي التيميت في الاي على التي، اما التيميت في 10 اس 6 على الاف سي يو في البي في التي تربيع. اخد القيمتين دول اجيب منهم حاجه اسمها الرو. بعد الرو بروح اجيب حاجه اسمها الميو، اللي هي رو في 10 في رو في الاف سي يو في 10 اس سالب 4. وبعدين بجيب الاريا اس ميو في البي في التي، اريا اس داش بوينت 2 او الفا في اريا اس، اريا اس داش الفا في الاريا اس اللي هي الالفا بواحد. يعني هنا في الحاله دي، لان الان التيميت هي اللي كسبت، الاريا اس بتساوي الاريا اس داش، متساويين، لان هنا بقاوم بحددين مش بحديد واحد، لان النورمال هو اللي كسب. طب لو الاي هات تي اكبر من تلت، قال لك هنا كنت بستخدم دبل انتراكشن دايجرام، هنا بستخدم ام التيميت اس ابروتش. كل الفرق ما بين الام التيميت اس ابروتش بتاعه الضغط عن بتاعه الشد، ان هنا حساب الاي اس بجمع الاي زائد تي على الاثنين ناقص الكفر، انما كان بتاع الشد كان الام والتي، كانت الاي اس بتساوي اي ناقص تي على الاثنين ناقص الكفر. هنا الاي زائد تي على الاثنين ناقص الكفر. وبعدين بحسب حاجه اسمها الام التيميت اس، ان التيميت في الاي اس، وبعدين بصمم الام التيميت اس ده بالسي 1 جي، وبعدين اخش معادله كده تجيب لي الاريا اس. الجزء الاولاني فيها الحديد الناتج من المومنت الام التيميت اس، الجزء الثاني الحديد الناتج من النورمال. طب ده النورمال ده مش محتاج حديد، بالعكس ده النورمال ده بيقلل الحديد، فعشان كده هتلاقي في المعادله قايلين ناقص ان التيميت، يعني اشوف النورمال ده محتاج حديد قد ايه وانقصه لانه مش محتاجه بقى. وده الفرق الثاني عن في الام التيميت اس ابروتش ده، ايه عن الام التيميت اس ابروتش اللي فاتت. اللي فاتت كان زائد، هنا ناقص، يبقى في الكومبريشن دي زائد ودي ناقص. من هنا هتروح تجيب الاريا اس، والاريا اس داش بوينت 225 في الاريا اس. يبقى انت لو عندك ام وان يا ابني، هتحسب الاي على التي تقارنها بتلت، لو اقل من تلت هتمشي هنا، لو اكبر من تلت هتمشي هنا. تعال نشوف المثال بتاعنا. انا الاي على التي بوينت 277، يعني رقم التلت على فكره 3 من 10 ما يعرفوش يعني. فالاي على التي بوينت 277 اقل من التلت، فانت هتستخدم دبل انتر اكشن دايجرام. بجهز ثلاث حاجات عشان اخش. اول حاجه الالفا بواحد، تاني حاجه الابسايد ب 9 من 10، تالت حاجه بيتا كراك في الاف فيلد. انا ما اعرفش البيتا كراك بكام، فانا هفرض فاي 12 وعندي الاف فيلد 350، هتخش الجدول تجيب بيتا كراك ب 93 من 100، احفظها دي بقى. لو الاف فيلد ب 350 وفرضت فاي 12 فالبيتا كراك ب 93 من 100، هضرب بيتا كراك في الاف فيلد، ما هو ده اللي انا عايزه، يطلع ب 325 ونص. هتخش المانيوال
تقعد تدور في المفتاح بتاع الانتراكشن دايجرام، عمرك ما هتلاقي مفتاح من الانتراكشن دايجرام الموجودة في الفا بواحد وابساي بتسعة من عشرة وبيتا كراك في اف فيلد 325 ونص، عمرك ما هتلاقي دي. طب اعمل ايه؟ هتخش المانوال هتلاقي ان المفتاح بتاعك يا في اف فيلد 240 يا 280 يا 360 يا 400. قال لك خد اقرب رقم للرقم اللي انت طلعته بالاقل، فاقرب رقم مين؟ ال 280، لان الرقم ده اقل من 360، فالاقل من الرقم ده على طول ال 280. فللتسهيل دي غير موجوده بالجداول، للتسهيل ناخد اف فيلد الاقل، فاقل حاجه اقرب حاجه لدي بالاقل اف فيلد 280. فتلاقي بقى ان المفتاح اللي فيه الالفا بواحد والابساي بتسعة من عشرة والاف فيلد 280 يطلع معاك ده صفحة 140 في المنهج. هتخش صفحة 140 تحسب الكي التمت، ان التمت اللي عندك في 10 اس 3 على الاف سي يو عندك البي ب 1000 والتي ب 300، تجيب الرقم ده كي التمت في الاي على التي، اما التمت عندك اهي الاف سي يو عندك البي عندك التي ب 300 تربيع، تجيب الرقم ده من الرقمين دول بتروح تجيب الروب واحد. تحت في صفحة 140 في تحت الجدول بتاع الرو هتلاقي مكتوب لك الميو بتساوي الرو في 10 في اف سي يو في 10 اس 4، هتعوض يطلع معاك هنا الاف سي يو 25 والرو ب 1، يطلع معاك الرقم ده. اريا اس بتساوي ميو في البي في التي، الميو عندك والبي ب 1000 والتي ب 300، هتعوض يطلع معاك الرقم ده 750، تحوله يطلع معاك 6 في 12. اريا اس داش، انا هنا اريا اس داش بالفا في الاس قد بعض، يعني الفا بواحد اصلا، يبقى واحد في 750 ب 750 يعني 6 فاي 12 على المتر. وبكده يا باشمهندس صممنا القطاع اللي عليه ام وان، وكده علمتك النهارده ازاي نصمم القطاعات سواء اللي عليها ام وان، اللي عليها ام وتي، اللي عليها تي، واللي عليها ام بس. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي او في السكشن اللي جاي هنتكلم كمقدمه برضو للخزانات ازاي نرسم الاستريننج اكشن لجميع انواع الخزانات اللي عندك. ده إن شاء الله موضوعنا السكشن اللي جاي، وشكرا يا شباب.